مساء الخير، أهلا بكم. وهذه هي أولى حلقات هذا الحوار الممتد مع الأستاذ محمد حسن هيكل. الحقيقة في خضم هذا المشهد المعقد جدا وهذه الأصوات الصاخبة المتعالية، جئنا للأستاذ، جئنا إليه حاملين مخاوف وقلق وطلبات ربما يحمل إلينا بعض الحلول، بعض الأفكار للخروج من هذا المأزق اللي محدش عارف يخرج منه، وسط انقسام حاد ربما تتعرض إليه مصر لأول مرة في تاريخها، وربما إحنا موعناش على انقسام بهذه الحدة وهذه الضراوة. جئنا إليه والحالة النفسية للمواطن المصري وللوطن عموما ربما في أدنى مستوياتها، والحالة الاقتصادية أيضا ربما في أضعف حالاتها. جئنا إليه حاملين أسئلة كثيرة نتمنى أن يكون بتحليله العميق وبقدرته على استشراف رؤية يمكن مش عند ناس كتيرة، ربما نخرج من هذا المأزق بصوت هاد متعقل وتحليل عميق. أستاذ هيكل أهلا بيك، والأول أشكرك على أنك سمحت لنا في سي بي سي بهذه الفرصة الممتدة. أولا أنا يعني لازم أولا أشكرك على المقدمة اللي قلتيها، وأشكرك على اللي قلتيها قبل كده يعني. لكن أنا لازم أقول لك أن عندي أسباب كتير جدا أن أبدأ بالاعتذار. أولا أنا رجل قادم من خارج السياق، أنا من خارج سياق هذا الزمن وبنتمي إلى زمن جديد أخي آخر، ولست في حاجة أن حد يقول لي والله أنت بالعمر حتى خارج السياق. أنا بقول من أولها كده أنا من خارج السياق ومن خارج التلفزيون ومن خارج حاجات كتير قوي. لكن أنا أنت الحقيقة يعني أنا كنت في الفترة اللي فاتت لمدة تقريبا 6 شهور أنا لم أتكلم إطلاقا، مش لسبب، لكن لأني كنت عارف أنه أولا أهل هذا الزمان أولى بأن يتقدموا لحل مشاكله، والحاجة الثانية أنه كنت حاسس أنه ليست لدي بشارات تجيبيها لأي إنسان وتقدمي له ما يطمئنه، لأنه كل اللي حولنا مزعج. فإذا كان ما لدي هو أن أضيف قلقا إلى قلق فلا بأس من إعفاء الناس منه دون مداعي. لكن الحقيقة يعني أنا سعيد بأنك أنت كلمتيني وأننا اتقابلنا هنا، وأنه على حال بتدينا فرصة نتكلم. لو تيجي تقولي لي أنت واقع الامر كان في جزء موفق جدا في الكلام اللي انت قلتيه، نعم، اللي قلتيه على الشاشات، وهو لحظه ديسمبر الخطره. نعم، وانا بعتقد ان هذه اللحظه فعلا لحظه مهمه، وانا اريد ان اتوقف امام 3 ايام بالتحديد واقول لك كيف تبدت الازمه امامي. لانه لو قعدت احكيها في المجرد هنخش في حكايات طويله لا تنتهي. لكن لو انا قلت لك كيف انا شفت هذا الاسبوع من موقع صحفي قديم مهتم بالمتابعة ومهتم بالبلد ومهتم بما يجري وبالمستقبل ويرى حركة أجيال زاحفة ويتمنى أن تنجح، أنا هذه اللحظة شايفها خطرة جدا، لكن مش شايفها تدعو اليأس بحقيقة. خطرة ولكن لا تدعو لليأس، لا تدعو إلى اليأس، ليس فيها ما يدعو إلى اليأس، لأنها طبيعية، مثل هذا طبيعي في حياة الأمم في أوقات الأزمات. إزاي يا أستاذ؟ ده احنا في حالة اكتئابية فظيعة، كلنا مكتئبين. لكن في شوفي الإنسان عادة، شوفي الحيوان بيبص لأي مأزق قدامه ثم يفكر في خطوة واحدة، يهرب أو يقاتل. صحيح. الإنسان الفرد بيبص ويفكر على الأقل في 3-4 خطوات 5 خطوات، الأمم أكتر من كده تبص قدام 10 خطوات أو 12 خطوة لو تقدر. لكن الأمم كل رجل يملك أن ينعزل، يملك أن يستقيل، أن يعتزل، لكن الأمم لا تستطيع أن تعتزل. طالما أنت مقررة أو إحنا مقررين أن نعيش في هذا العالم وفي هذا العصر وأن نتقدم، وأنه شعوب لا تنتهي، شعوب لا تستقيل، لا تنتحر، فأنت قدام ضرورة أن تجدي حل. ساعة ما تبقي قدام ضرورة أن تجدي حل، الخطوة الأولى له أن تجدي أمل. انا بعتقد انه الموقف اللي احنا فيه ما هوش، لو انت بصيتي على اوروبا على سبيل المثال، غداه الحرب العالميه انتهت اوروبا كلها مدمره والشعوب كلها في حاله لا تتصوريها. بص شوفي اوروبا النهارده بعد كام سنه، لو انه الناس وقفت وقالت والله الحاله تدعو الى اكتئاب وسوف نعتزل، مش ممكن.
تعالي بقى هكلمك على الاسبوع اللي موجود اول هذا الاسبوع وحافلك بالتحديد. انا بعتقد انه هذه الايام الخمسة من ديسمبر التي مررنا بها انا بعتقد انها موحية ودالة وحافلة. هقول لك ازاي وهقول لك بالتجربة الشخصية لانه بديت هذا الاسبوع وانا مثلي مثل كل الناس قريت مشروع الدستور ومن اول مادة صدمت من أول مادة في تحديد الهوية. لكن أنا عايز أقول لك حاجة إنه الخطأ والصواب وارد وإنه أول مادة تصدمني لأنها بعتقد إنها متعارضة مع الجغرافيا والتاريخ على طول. ده موضوع تاني هنتكلم فيه. لكن أنا توقفت عندها ولكن وقريت بعد كده بقيت مواد دستور ولقيت حاجات كتير قوي مش عجباني وقرأت لخبراء كتير قوي واستطلعت رأي خبراء كتير قوي وحسيت أن مخاوفي لها ما يبررها. لكني كمان تابعت إقرار الدستور في الجلسة الأخيرة وإقرار الدستور في الجلسة الأخيرة لابد أن أعترف أنه أقلقني جدا. أقلقتني أكتر من أي حاجة تانية. أقلقني أنه في الدستور في تقديم الدستور انه الاسبوع السابق قبلها بايام مباشرة الرئيس مرسي بنفسه بيقول في الاعلان الدستوري انه والله انا حدي بفترة شهرين اضافيتين لهذه الجمعية لكي تكمل عملها وهذا عن علم لديه بالتأكيد ان هذه الجمعية لم تفرغ من عملها وان لديه كثير تؤديه. وبعدين الاقي فجأة تقرر ان الدستور يطلع في نفس اليوم ينتهي اقراره لأنهم نقشوا طويلا على الشبه منصفة وتنقشوا واستقروا على أشياء وبعض ما استقروا عليه في اعتقادي خاطئ. لكن جلسة الإقرار النهائي كانت بالنسبة لي أقل جدا من قيمة دستور دائم أستطيع أن أطمئن له إلى تنظيم المستقبل لأنه الدستور هو تصميم مستقبلي لأمة. أنت لا توضعي دستور للماضي ولا للتاريخ بتضعي دستور للمستقبل. هل صحيح أن الدساتير يجب أن تقرأ في سياق واحد يعني في جلسة واحدة يا أستاذ؟ لا هقول لك حاجة هو في مدرستين في هذا الكلام. الدستور عشان برضو نبقى منصفين الدستور لم ينتهي عمله في الرأي بين جلسات مستمرة لمناقشة الدستور طالت تقريبا 4 أشهر أو 6 أشهر وبين أن يجري إقراره في جلسة واحدة. في مدارس بتأخذ بالإقرار في جلسة واحدة تطول أياما وآخر نموذج لها كان الدستور الطلياني اللي اتعمل سنة 46 6 أيام متواصلة لأنه دايما بيخافوا أنه تبقى في ضغوط على وضع الدستور إذا أخذت أجازات طويلة أو انقطاعات طويلة وروح لبيوتهم أو مكاتبهم أن يبقى في ضغوط من خارج السياق تدخل لكي تؤثر على نظرتهم في اللي بيعملوه. وهنا التوافق هياخد وقت طويل ولا يتحقق. فهو كانت أنا ما عنديش اعتراض يمكن اعتراضي على الطريقة وعلى الأسلوب وعلى المناخ اللي سائد في الجلسة ثم على ما سبق ذلك من إقصاء ونخروج وناس طلعوا وناس دخلوا إلى آخره. لأنه في الجلسة الأخيرة هي الجلسة اللي تقرر فيها أن والله المنسحبين يعتبر مستقلين وهذا بالنسبة لي محتاج وقف أكتر من كده. لكن على أي حال قراءة النصوص إلى جانب المناخ اللي أقرت فيه الدستور المواد بطريقة نهائية الحقيقة أنها أزعجتني. أنا يوميها الصبح السبت بدأت الصبحية واتصلت بأحد أقطاب النظام وأنا مش عاوز أقول اسمه لأن لم أستأذنه لكن إذا أذن لي في مرحلة سابقة هترجاك تقولي مين هو. لكن هذا الرجل تكرم وهو من خيرة الناس في هذا النظام ومن ألمعهم وأنا شخصيا بطمئن إلى رأيه وكلمته في التليفون بدري جدا وقلت له مخاوفي وهو وصحيته من النوم. هل إن الأستاذ يبادر بذلك معناها أنه وصل إلى مرحلة قلق شديدة؟ كل مش أنا عندي قلق. أنا أتصور أنه مصر كلها بدت نامت قلقة لم تنم. يعني الراجل اللي أنا كلمته الصبح هذا القطب البارز من أقطاب النظام قال لي على طول أستاذيك المتأسف أنا أصلي نمت الساعة 4 الصبح. أنت عايزة تقولي أنه في حد نام الساعة 4 الصبح وأنا صاحي من بدري بصحى بدري عادة وأنا بكلمه ولا إيه صحيته من النوم فعلا. والراجل تفضل وتكرم وقال لي حفوت عليك قبل ما أروح مكتبي وقد مر على مكتبي وأنا عرضت عليه مخاوفي. قلت له أنا لأول مرة بديت أشعر بقلق لأنه لا أشعر بقلق
اقصد ايه؟ انك انت مرات تشعري طول الفتره اللي فاتت فتره انتقاليه، كلنا شاعرين بمزيج من الامل في المستقبل والتخوف الى حد ما من ان احنا غير قادرين على ان نمسك بمفاتيح حل، وده له طبيعي، لكن هتكلم عليه بعدين. لكن هو راجل جالي وانا حاسس بقلق وحاسس بقلقه وهو مرهق، وانا قلت له هكلمك بامانه، هعرض لك موقفي امانه، لاني هارجوك ان تخرج من هنا من عندي فتذهب الى مقابله الرئيس مرسي ولو بدون موعد. الراجل انا بعرفه، والراجل شفته سبق لي ان رايته، وانه والراجل وجدت فيه ما يمكن ان يتحاور معه، وراجل معقول جدا. فقلت له انت بترجاك تطلع وابن عندي بعد اللي هقوله لك، وارجوك ان تنقل هذا للدكتور مرسي. ماذا قلت له؟ اقول لك قلت له ايه؟ قلت له انه البلد دخلت في مأزق فظيع، وانه انا قلق جدا من انه الدستور ليس عملا، ليس قانونا، الدستور عقد طوعي لجماعات مختلفة تريد أن تحيا حياة واحدة مشتركة على أرض واحدة. إذا ما تقوليش في القوانين في أغلبية وأقلية وفي حاضر وفي غايب، لكن ما حدش يقول لي أنه في وضع الدساتير يمكن، الدستور يقتضي أن تتواجد جميع القوى الطبيعية في المجتمع. حتى قلت له مع أني مش عايز أدي لحد حق الفيتو على التصرف، إذا غابت الكنيسة وهي غائبة، إذا غاب عدد كبير جدا من المثقفين وقد غابوا، والمفكرين اللي كانوا في اللجنة وقد غابوا، إذا اقتصر وجود أو عمل أو إقرار الدستور على قرار فئة واحدة معينة مع احترامي لقيمتها في المجتمع، إذا فأنا من حقي أن أقول انه هذا خطر. قال لي دواعي السرعه، قلت له دواعي السرعه وهترجاك، دواعي السرعه مطلوبه في كل شيء الا في الدستور، لانه الدستور هو بناء مستقبل، زي بنا بيت، زي ناس بيبنوا بيت. اذا اردت انك تبني بيت وتقولي مستعجله وما عنديش اسمنت كفايه وما عنديش حجر وما عنديش حديد وما عنديش، لكن هبني بسرعه لانه اولادي في العراء، فمعناها انك بتاخدي اولادك الى هذا البيت الغير، بدون أساس كافي، بدون مواد بنا كافية، بدون أي شيء كافي، ثم تضعي أولادك وعزم الناس عندك في هذا البيت لكي ينهار عليهم أول ما يدخلوا يسكنوه ويدخلوا بحمولاتهم وأثقالهم. فأنا قلت له أنه هذا الدستور بهذا الوضع. ما يقلقني أنه في الجمعية قالوا، والكلام ده منشور في جرائد الصبح النهاردة وأنا شفته، أنه هذا الدستور سوف يؤخذ، هذا المشروع سوف يؤخذ إلى اجتماع خاص فيسلم فيه إلى الرئيس. وقلت له ما كنتش لسه شفت الاجتماع، قلت له أنا كنت متصور إن الرئيس إذا أراد أن يعرض هذا المشروع على الناس، أولاً ياخده للناس بصفة عامة، ياخده في الميدان إذا أراد، ياخده إلى المحكمة الدستورية العليا اللي حلف قدامها اليمين إذا أراد، ياخده إلى اجتماع عام إذا أراد. ثم المخرج، أنا عايز أقول لك أنا سامع كلام في الوزارات امبارح بيتقال للرئيس إنه النظام الشعبي يريد إسقاط النظام والشرعية سقطت، وأنا ضد هذا الكلام. هذا كلام لا يؤدي إلى شيء، وأنا بعتقد إنه عبثي. هذا النظام موجود وله شرعية معينة وهي شرعية واضحة وينبغي أن يستوفي مدته. بمعنى، وقلت له هذا الكلام، قلت له إنه شرعية النظم تسقط بالجرائم لا تسقط بالأخطاء. الأخطاء تستوجب المسؤولية، ولكن أما حد يتكلم على حد يقول له النظام سقط النظام أو يسقط النظام، هذا كلام لا يليق في هذا الوقت في هذا التوقيت. أنا فاهم الدواعي الجامحة إليه، لكنه ببساطة كده ليس منطقيا، مش معقول. إحنا جينا قلنا في الفترة اللي فاتت، لو تشوفي عدد المرات اللي قلنا فيها ارحل، قلنا ارحل لمبارك ورحل كويس، وقلنا ارحل للمجلس العسكري ورحل كويس، وقلنا ارحل لثلاث وزارات جت، وفي الواقع هم ستة، لأنه صور إنه عصام شرف ألف شفيق أبدا ألف وزارتين بعد الثورة يعني، أو في ظروف الثورة، وعصام شرف سألف وزارتين، والجنزوري ألف وزارتين، والدكتور أنديل مألف وزارة، ولكن ارحل عمالة تطرد كل الناس. فإذا أنا جيت قلت للناس في ظرف السنتين للمرة السادسة أو السابعة ارحل
اذا هروح فين؟ سهل قوي تقولي ان اي حد ارحل ارحل وسقط اسقط اسقط اسقط، لكن لابد زي البشر العاقلين وزي الشعوب المتنوره انك تقولي لازم عندك خطوه واثنين وثلاثه واربعه. وقلت لك انا في حاله حيوان حتى خطوه واحده كفايه، لكن فرد اثنين ثلاثه، لكن امه قدامها كتير قوي، لكن ارحل 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 بقت سبع مرات. عاوزين نتكلم جد في ده. كيف استمع اليك هذا المسؤول؟ والله لازم اعترف انه هو الراجل استمع الي، عرضني في بعض الاشياء في بعض اشياء في المواد، شرحت له بعض وجهه نظري واقتنعت ببعض اللي قالوا لي، لكني رجوته انه ما هو اهم النهارده، حتى قلت له كده، قلت له انا بترجاك مهما كانت اسبابي ومهما كانت اسبابك ومهما كانت العقلانيه في طرفك او العقلانيه في طرفي، فنحن امام حقيقه سياسيه لا يمكن انكارها، وهو انه مواقف الناس تتاثر عاده في السياسه بالانطباع قبل الاقتناع. هذا الوضع الموجود، هذا الجو، هذا المناخ، هذا مناخ لا يساعد على شيء وهو خطر. بالليل لما شفت شو على فكره ده كان كلام قبل اقرار قبل ما يسلموا الدستور للرئيس، ده كله ده قبل ما يسلموا الدستور. وكنت اتمنى لو انه حتى هو لما قال لي الرئيس لا يستطيع يتراجع، قلت له ولا احد يطلب منه ان يتراجع. في فرق بين انا عارف هيبه الرئاسه وعارف كيف ينبغي ان تعامل هيبه الرئاسه. هيبه الرئاسه تمنعه ان يتراجع، لكن مسؤوليه الرئاسه تدعوه الى ان يفتح مخارج جانبيه ولو جانبيه ممكن يخرج منها البخار المحبوس اولا، ثم تدخل منها تصورات اكثر تعقلا ثانيا. اديته بدائل يا استاذ؟ قلت له بدائل. قلت له انا النهارده في هذه اللحظه ما اقدرش اقول لك اتراجع، لكن اقدر اقول لك حاجه واحده. الرئيس بنفسه اعطى للجنه التاسيسيه للدستور شهرين تكمل مهمتها. وانا بقترح عليه وانت ارجوك تقول، بقترح انه هذه الشهرين اللي هو اداها للجنه التاسيسيه ينقلها الى الناس، فبدل ما اقول لهم هستفتي بعد شهرين بسيب اللجنه تحضر بعد شهرين، هقول لهم هستفتي بعد شويه. هتقول لي الماده بتقول والله ده السوابق بتقول 15 يوم، انا عارف السوابق بتقول 15 يوم، وقت اعلانك كما تشاء. الرئيس من حقه جدا وهو يتابع عمل لجنة انه يجيب لجنة من مستشاريه هو يفحصوا له الدستور ويعطوا له تقرير عن الدستور وهو يتبين بنفسه ثم يذهب. لكن رئيس الدولة ليس رجلا يتلقى دستور، صحيح بيتابع المناقشات ممكن، لكنه مفروض حتى هو بيقول انا لم اتدخل في عمل لجنة، انا تابعت عمل لجنة. ارجوك ادي نفسك، شكل الرئاسة لجنة من نائب رئيسك وهو من أكثر القانون احتراما، ووزير عدلك، وأنا بعرف أحمد مكي وبعرف أنه رجل مستقيم قانوني وقضاء قاضي مستقيم، وأظن أنه كان يستطيع أن رئيس معاه ومع عدد من المستشارين فيه يدوا نفسهم فرصة شهر يدرسوا فيه هذا النص الذي قدم إليهم، فإذا اقترحوا تعديل عليه بعتوا لجنة الدستور وبعدين 15 يوم تفضلوا اعلنوا الاستفتاء. أما الاستفتاء بهذا الشكل أنا بقول له لا يتراجع عن حاجة ولا يعمل. أنا فاهم الظروف اللي هل بدأ أنه عنده يشعر بقلقك؟ يعني هل بدأ أنه يبادلك نفس القلق أعترف ولا؟ شوفي، قد لا يكون من حقي أن أنقل مشاعره، لكن أنا شعرت أن الراجل تجاوب فكريا مع ما أبديت من حجج. ولما قلت له ان السياسه بصرف النظر اي شيء، ان السياسه بالانطباع وليست بالاقتناع، وانه مهما كانت حججك قدام الناس فاذا شك الناس فيها فمن واجبك ايضاح شكوكهم والتغلب عليها، الراجل كان فاهم اللي انا بقوله. لكن انا لما شفت الجلسه بالليل الحقيقه يعني لازم اقول ان انا ما حبيتش كل الجو، ما عجبنيش المنظر. ايه اكتر حاجه مضايقتك في هذا المشهد؟ اولا اول حاجه انه قاعه المؤتمرات دي كلها بتفكرني بالنظام السابق. معلش كل قاعات المؤتمرات، وبعدين الكراسي المرصوصه دي كلها بالطريقه دي كلها ما بحبتهاش. وبعدين حاجه ثانيه احسيت انه اذا الرئيس اراد ان يعلن، طب انت حلفت اليمين، قررت ان تحلف اليمين اول مره قدام الجماهير في ميدان التحرير،
خد الدستور الى ميدان التحرير. لكن ميدان التحرير يرفض هذا الدستور؟ لا معلش، عاوز اقول وقتها ما كانش، عاوز اقول الدستور فيه كتير جدا يرفض، لكن انا برضو مش عاوز. شوف ايه، انا اكتر حاجه بخشاها في حياه الامم باستمرار انه نيجي لحظه فيها الوقت بشكل ما العقل يتعثر والجموح يشتط. عاوز اقول لك انه في واحد من اعز اصدقائي جالي اول امبارح، قال لي انا سمعت قالت حضرتك هتتكلم بكره، قلت له ولا بعد بكره، قلت له هتكلم فعلا. قال لي طب عايز اقول لك حاجه بقى، انا اصلي عارفك، هل من فضلك بلاش العقل الزايد، المشاعر الجامحه والشباب في الشوارع. قلت له انا اول من يسلم ان انا لم اذهب الى ميدان التحرير لعلمك يعني. ولا مره لا دخلت ولا خرجت منه، بمعنى ان انا حسيت ان ميدان التحرير هذه صيحه جيل اخر، علي ان اسمعها باحترام، واكبر خدمه اؤديها ويؤديها لها جيلي كله انه ابعدوا عنها. كل من تخطى 70 او 75 من فضلك ابعد، مش ممكن. طيب، انا لم ارى مجتمعا من العواجيز قد ما شايفه دلوقتي، مش ممكن. طيب اذا رايت المشهد على شاشات التلفزيون، الرئيس يتسلم الدستور ويقرر الاستفتاء خلال 15 يوم، حسيت انه ايه، مفيش فايده. حسيت ان احنا ببساطه بحقيقي جد، ولما شفت المظاهرات الثاني يوم حسيت السرعه لفتت نظري. هقول لك وحاجه غريبه جدا شعوري، بس حسيت انه ايه، ما استمعوش حتى لنصيحتك. انا لكي لا اظلم احدا، قد لا يكون زائري استطاع، انا لما شفت كنت مركز على ملامح وشه الصبحيه على فكره في المساء، وكنت بشوف يا ترى ادى الرساله. وبعدين لما لقيت الرئيس مرس او انه ما قدرش يقابل الرئيس خالص او انه اداها ورفضت، لكن اما شفت الرئيس مرسي بيتكلم يقول دعوه الى مؤتمر، انا بقيت اتفائل. وبعدين لقيت دعوة إلى المؤتمر بعد أمر واقع، ما ينفعش تدعو إلى مؤتمر بعد أمر واقع. كنت عاوز أتناقش حاجة معايا، لا تتصرفي أولا بعدين تعالى أتكلم، لأني بتكلم خلاص ما بقاش فيه كلام. إيه اللي خوفني أكتر حاجة خوفتني بقى؟ خوفني إن المشهد قدامي، السرعة قدامي بدت غريبة قوي، وحركة الميدان اللي بعدها التالية لها بدت قدامي غريبة. وبعدين تخيلت وتصورت، وأظني لست مخطئا فيما تصورت، إن احنا قدام طرفين قلقين جدا، قلق طرف قلق جدا يستعجل جدا لأنه يخشى جدا من أن يعود به الحاضر إلى ماضي هو يعرفه ويذكره. الإخوان خايفين أو التيار الإسلامي خايف، بدأ يتصرف على عجل وبعنف لأنه ذكريات ما جرى له في الماضي تخيفه، أو أنه يخشى أن يفقد السلطة. ما هو بقولك هو يخشى من ماضي هو يعرفه وقد تعب فيه، ما فيش مكة فيها عانى فيه، معلش. وشايف تاني الطرف التاني، طرف خايف من مستقبل لا يريده، يعني الشباب من ناحية لا يريد ما رأوه من صور المستقبل كما بدت في الدستور، ووضع الدستور أنفسهم قلقين جدا من أن يفشلوا في مهمتهم أو يجدوا مقاومة في مهمتهم فتعود بهم الأيام إلى ماضي. وبالتالي أنا القلقين، ناس قلقين من ذكريات الماضي وناس خايفين من شكل المستقبل، أنا ده لا يبشر بأنك قادرة أن تجلسي لكي تخططي. ننقل لحاجة تانية، بس عايزة أن الحركة لمشهد المظاهرات. لا حاجة لك حاجة، إيه التالي للمشهد ده؟ المشهد في الأيام ديسمبر المهمة أول. المشهد أيضا يوم الاثنين أنا كلمت أحد قضاة المحكمة الدستورية العليا، نعم، وانا بامان، وهو ده اقدر اقول اسمه من غير ما بقى، وهو المستشار بجاته، نعم، لانه ما ردش عليا. وبعدين كلمني بعدها بعدة دقائق ولقيت صوته ثائر ومنفعل جدا، لأنه بيقول لي إن المحكمة لا تزال تحت الحصار. وأنا بقول له طب ليه ما دخلتوش امبارح؟ فبيقول لي هل ترضى إنه رئيس المحكمة يدخل في سيارة مصفحة هذا الذي عرض على البوليس؟ هذه اللحظة المحكمة محاصرة، رئيس المحكمة يحاول الاتصال تليفونيا بوزير الداخلية ولا يستطيع يجد ردا على ما بيردش عليه. وأنا الحقيقة كنت بطلبه في حاجة تانية خالص، أنا كنت بطلبه لأني كنت مشغول بحاجة مهمة جدا، وهي بالتصويت في القاهرة في انتخابات الرئاسة. وكنت كان في نقطة معينة فيما يتعلق لأنه موقف القاهرة كان بيهمني. القاهرة هي الكتلة الأساسية في البلد، دايما أي عاصمة هي المعيار الحقيقي لما يجري فيه، وهي مهمة جدا. فأنا كنت عاوز نقطة واحدة، فلقيته بيتكلم في حاجة تانية، بيتكلمني
الحقيقة الصورة سمعت أعضاء غيره من أعضاء المحكمة وبدت لي الصورة رهيبة جدا ويمكن دون أن يقفض أحد. إيه أكتر حاجة أزعجتك في قضية المحكمة الدستورية؟ عاوز أقول لك حاجة، أكتر حاجة على طول أنت عارفة إيه، العواجيز اللي زينا دايما التاريخ بيعود إليهم بالذكريات. أنا ما المشهد اللي أنا سمعته في وصف ما جرى في المحكمة الدستورية عاوز تستغربي جدا، عارفة استدعى إلي إيه؟ استدعى إلي صورة حريق الريشستاج سنة 1933 ومجيء هتلر، لأنه وهذه كانت علامة دالة جدا، لأنه سنة 1933 النازيين دخلوا الانتخابات ونجحوا فيها في انتخابات برلمانية لكن كان مضايقهم المعارضة، وبعدين أحرق البرلمان. إذا ذات ليلة كده الريشستاج اتحرق، والحاجة الغريبة جدا هقول لك مصادفة أغرب من هذا، كان في صحفي واحد شاف هذا المشهد مع هتلر، مع أدولف هتلر، وهذا الصحفي الواحد اسمه سيفتون دلمر من غريبة جدا أنا سمعت منه هذا الوصف، لأنه سيفتون دلمر فيما بعد حضر معي مقابلة مع آية الله كشاني أيام ثورة مصدق متأسف سنة 51، ما يعني مضطر أقول لا دي قصص مهمة جدا ودالة. طيب كويس، سيفتون دلمر كان بيحكي لي أنه كان موجود، لأنه حرير الريشستاج بالنسبة لنا كلنا كان بداية شيء خطير جدا في ألمانيا، حريق البرلمان عشان بس البرلمان الألماني، لأنه الحزب النازي خد فيه أغلبية غير مريحة، وفجأة كده ذات ليلة حرق البرلمان. هتلر كان موجود مع سيفتون دلمر بيقول له أنت بتأيده، قال له دي أحسن حاجة حصلت، هذا صوت الله يتكلم. وأنا فاكرها في ذهني، وإحنا وأنا سيفتون دلمر كان معايا في، انا ما شفتش المشهد طبعا ولا كنت لسه طفل يعني، اذا جاز اني اتذكر حاجه من الطفوله يعني، لكن هذا ايه الاستدعاء يا استاذ؟ جبت منين الاستدعاء؟ شوف المحكمه هنا طبعا المشهد يعني لا الاخوان المسلمين هم النازي ولا مرسي هو هتلر صحيح بامانه يعني، لكن انت دايما المشاهد تستدعي نفسها حتى مع اختلاف الوقائع وحتى مع اختلاف النتائج واختلاف البيئات. لكن انا حسيت ايه ده الريشستاج مره ثانيه ليه كده. الحاجه الغريبه قوي انه بقول لك سيفتون دلمر حكى لي على المشهد بنفسه واستدعى المشهد نفسه لذاكرتي بعد سنين طويله جدا، وانا مش قادر احس ان انا مستريح. لكن من حسن الحظ انه زي وفعلا يعني انه لا الاخوان هم هتلر ولا هم النازي ولا هو هتلر، لكن عايز اقول لك انه الناس مرات تكرر اخطاء معينه من غير ما تبقى ولا متقصره ولا يبقى القياس صحيح الى ابعد مدى. بس فكره حصار دوله القانون، حصار هو مش حصار، هو اسوأ من حصار دوله القانون. انت عارفه ايه هو؟ الغاء دولة القانون، الغاء دولة القانون تقريبا الغاء. بس براح 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 انا عارف انت دي عناوين علمتنا العناوين، انا موافق انت شباب وانت متحمسه وانا راجل مانيش شباب لا ازاي مش عاوز اقول انت شباب ومتحمس لكن بقيه حماسها يعني. لكن على اي حال ده المشهد وانا كنت قاعد قلق منه جدا. لكن حاجه مهمه او الاهم من ده هو اللي حصل اول امبارح يوم اربعة يعني، وهو هذا الخروج الغريب للشباب. هذا الخروج الغريب كان اكتر كتير جدا مما توقعته من اي حد. حسب انا شفت كل السياسيين اللي كل الناس بشوفها يعني وبشوفها وانا معني ولكني لست طرفا ولا بعرف ارد نفسي امتى، وارى انه في مرات لابد ان تردي نفسك على الاقل قبل ان يردك اخرين. بس العالم يعني كل مصر بتسعى للقاء حضرتك، ربنا يحفظك. لكن ال 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 في ده المشهد انا لقيت هذا المشهد متصل اتصال وثيق ب 25 يناير. انا كنت قلق جدا على 25 يناير، كنت خلق من ان نروح 25 يناير فيما بعد وبظروف هنتكلم فيها لاسباب كتير ما هو ذنب حد، لانك انت لاول مره العصر الحديث ومستجداته مديكي حاجه تانية، مديكي تقريبا ما يكاد ان يكون ولاده على الهواء مباشره. قادره تصوري منظر ولاده او الثوره في عصر الاتصالات اللي احنا فيه دلوقتي هي بالظبط ولاده امه على الهواء مباشره. ممكن تتصوري انت ايه الاحوال دي؟ كويس.
فانا كنت خايف من اللي جرى، وكنت افوت في الميدان مرات بعد ما خلصت اشياء وانا رايح لمهام اخرى، يعني الاقي البياعين قاعدين ولا القهاوي ولا الشاي قاعد، والبيع والخيم بقيه الخيم المنصوبه، وانا مش بحبه الحقيقه، يعني ما حبيتوش يعني لما شفته، وحسيت انه اهانه لقيمه ميدان مهم جدا. لكن الشباب امبارح عمل حاجه غريبه جدا، يوم الثلاث عمل وصله 25 يناير اعيد واعيد احسن 25، وعمل حاجه مهمه قوي. اولا ورى ان القوى الحقيقيه للثوره موجوده، ورى انه ليس صحيحا ان الاخوان كانوا هم العنصر فاعل او عنصر حامي او عنصر رئيسي في الثوره. الاخوان لكي تعطيهم الحق عنصر ضمن عناصر ادوا دورهم وكويس قوي، وهم كانوا الطرف الوحيد المنظم، فاستغل الفراغ الناشئ من انك لاول مره قدام حاله ثوريه بلا قياده وبلا فكره ودخلوا. لكن الشباب امبارح عمل شيء، اول امبارح يوم الثلاث عمل شيء لا يخطر ببال حد، لانه وصل 4 ديسمبر ب 25 يناير مباشرة، شال كل الفواصل وأظهر وجه الثورة، وأظهروا أكثر تصميما وأكثر وضوحا وأكثر شبابا وأكثر قوة. وبعدين في حاجات لا ينبغي لحد، ما حدش يعني، أنا بعرف إنه الرئيس مع مستشاريه من كذا يوم ما كانتش قدامه يمكن الصورة واضحة، لأنه هو قال للمستشارين، بعض المستشارين قبله قلقهم وقال لهم هم 5000 وعمل بايده كده فيما وصف لي برضو مش قادره انت ارجوك في التيمبو بتاعنا احنا الاثنين مختلف. و5000 مش 5000، امبارح ما كانوش 5000 وما كانوش 5000 كده لا. وبعدين الحاجه المهمه جدا وهي انا لقيتها بديعه، انهم نقلوا مجال الثوره، فلم يجعلوه فقط ميدان التحرير، لكن انا لما شفت الزحف اللي رايح على الاتحاديه على مبنى الاتحاديه، وحسيت انه الثوره التي حصلت في التحرير فتحت نفسها مجرى واسع جدا ومتدفق جدا متوجه للرئيس، وانا كان نفسي ان الرئيس يتلقى الرساله، ولا ازال لا ازال نفسي ان الرئيس يقرا هذه الرساله التي وصلته على الطريق للاتحاديه، واظنه مطالب بان يطالب يقراها جيدا، لانه انا لا ازال واحد، انا لست مستعدا ان اساير شعار بيقول يسقط حكم النظام ولا الشعب يطالب بسقوط النظام. انا بعتقد الشرعيه تسقط بالجرائم لا تسقط بالاخطاء، وحتى النهارده في اخطاء جسيمه جدا، لكن انا خايف من هذه الاخطاء تتحول دون قصد من كثيرين من الناس الى ما هو اكثر من الخطا، وهذا لا يغتفر. أستاذ هيكل هنقف هنا دقائق قليلة. إذن أستاذ هيكل يرى أن الشرعية تسقط بالجرائم وليس بالأخطاء، لكنه قلق. صحيح. نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار اللي بحاول فيه قدر المستطاع أن أنا أكبح جماح نفسي ولا أسأل كثيرا كي أستمع إلى تحليل الأستاذ محمد حسن الهيكل. أستاذ هيكل حضرتك قلت أن الشرعية لا تسقط إلا بالجرائم، لكن أذكر أن حضرتك قلت أيضا في مجرى أحد حديثك أن الجماهير عندما خرجت على رئيس السادات في 18 و19 يناير شرخ ذلك شرعية أكتوبر. في فرق بين الشرخ والسقوط، وبعدين في فرق بين الجماهير تدخل في مسألة مهمة جدا وأنا نفسي جدا نسمع عنها، انه باستمرار الدواعي، ناس كتير بيتكلموا عن الحل، في ناس بيقولوا لنا الاسلام هو الحل، وناس بيقولوا لنا الديمقراطيه هي الحل، وناس بيقولوا لنا الدستور هو الحل، وانا بقول انه كل هذه مقولات تحترم لكنها تحتاج الى مراجعه، ورايي ان المعرفه هي الحل. اما تيجي في اللي بتقولي على يناير، الناس في يناير خرجت لاسباب محدده تعرفها وتستطيع أن تحددها، ناس حربوا على الجسور ودفعوا حياتهم ثم وجدوا حياتهم وحياة أولادهم وتحملوا في سبيل الحرب ما لا يحتمل وعملوا مهمة هائلة، لكنهم وجدوا أن أرباح الحرب أو نتائج الحرب أو whatever it is أي حاجة عاوزة بيها
يذهب إلى طبقة معينة مستفيد، فخرجوا بالاحتجاج وشرخوا الشرعية ولكنهم لم يسقطوها. هو نفس القياس يا أستاذ، الفرق بين شرخ الشرعية وبين يسقط. هو نفس بس القياس. عايز أقولك الفرق بقى كمان، نعم، في فرق كبير قوي، إنك أنت قدام أطراف كلهم ورثوا أكثر مما يطيقوا تحمله ومما استطاعوا أن يفهموا منه. اسمح وهي لي دي جاي. اسمح لي أقف هنا وأسأل حضرتك. تقفي قوي. أشكرك. زي أنت عايز. هو بس نفس. ما تخنقيش. لا مش هتخنق. هو نفس القياس، بمعنى أن هؤلاء شباب ومجتمع وشعب خرج لأهداف في 25 يناير لم تتحقق هذه الأهداف، وخرجوا على هذا الرئيس رفضا للإعلان الدستوري الذي رأوه مستبدا ديكتاتوريا. خلي بالك يعني أنا يعني متحمس لي وفهمه قوي وشبابك خليك تقولي جدا وأنا ما بنقش، لكن عايز أقول لك حاجة، الناس اللي خرجت في 77 خرجت تحتج على مشكلة معينة لها توصيف ولها حل جاهز. إلغي زيادة الأسعار هنرجع تاني، إلغي الإعلان الدستوري هنرجع لا 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 خلي في فرق كبير قوي. أنت أمام لو أنه الشباب اللي هنا قال له حاجة خطوة معينة ضمن سياق كنت مصدق أقول لك آه، لكن أنت أقول لك أيوة معقول الكلام اللي تقوليه، لكن أنت أرجوكي تتذكري أن احنا جميعا حتى هذه اللحظة وبعد سنتين لا قدرنا نوصف مشكلة ولا قدرنا لقى حل. بمعنى لو كانت الأمور واضحة وفي والسلطة تتحدى والرئيس يتحدى في قضية هو يعرف جوابا لها كنت أقول لك أيها مظبوط، لكن أنت أمام موقف ملتبس ومتعب جدا حتى على الذين يطالبوه. ما تقدريش تيجي تقولي هقف قدام الإعلان الدستوري وحده دون أن أنظر إلى السياق كله. السياق كله معقد، أنت عندك حالة ثورية في منتهى الصعوبة تجري على ملأ من العالم زي ما قلت لك كأنها ولادة على الهواء، والحاجة التانية أن العالم كله داخل عندك وانك انت مش عارفة تحددي فين، لانك ببساطة انا كنت اتمنى انه يعني ودي قد نتكلم فيها بعدين، لكن كنت اتمنى ان الرئيس مرسي يدي نفسه وقت يقرأ ملفاته، لكن هو انتخب في يوم ودخل في اليوم التالي الى قصر الجمهوري، ما كانش عنده وقت يقرأ ملفاته. انا اعتقد انه لم يقرأ ملفاته. لا to be fair to him ايضا انا مش عاوز يعني عايز اقولك سهل جدا الادانة المطلقة، انت بتتكلمي على ملفات واحد معظمها غير مكتوب. انا اتحدى اذا كان في ابواق من عصر مبارك في 30 سنه انه في ورق كفايه ولا في وثائق كفايه تدلك على ما كان قبلك. تبي عشان ابقى منصف، ما جت ثوره 23 يوليو كانت محادثات كل كان اكثر قضيه هي قضيه الاستقلال وقضيه جلاء الانجليز، والملفات كلها موجوده وحجر القانون، وانت الرجل القادم بعد ثوره يستطيع ان يرى امامه مشاكل محدده، يجد ملف مفاوضات، يجد قضيه الاصلاح الزراعي درست وقد قيل فيها كل ما يمكن ان يقال، يجد قضيه التنميه درست وقد قيل فيها كل ما يمكن ان يقال، لكن انت قدام راجل جاي في مشهد هو لا يعرف عنه شيء وليس هناك في الدولة ما يسجله، وقدام شباب يطلب طموح عام وليس محددا. دي قضية. ما الثورة الفرنسوية على سبيل المثال خرجت انت كنت والناس بتتكلم ولينينك، وحتى الثورة البولشوفية والثورة الإيرانية، كل الثورات في التاريخ من قبل دخلت وهي بشكل ما عندها فكرة عن ما قبلها في ملفات. حتى القيصريين وجدوا ملفات الاخرانه، وجدوا ملفات مخابرات كلها كامله. حتى انا لما رحت الثوره الايرانيه والخميني سمح لي اخش مكتب الشاه، دخلت مكتب الشاه وقرات اوراقه. يعني بتقولي ان هو هذا الرجل جاء ما فيش اي حاجه وراه؟ عايز اقول لك في لكن في لا في اشياء بتاخديها بالقرائن. انا بسالك سؤال، لو انه كانت الصوره واضحه قدام كل الناس قولي لي، سيبي مرسي على جنب، ما هو قدم مشروع النهضه. لا 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 وقال ان انا عارف كذا وكذا وكذا. مشروع النهضه شوف لك، ما حد بدي اقول لك حاجه، انه كل الناس خارج التيار وهم قاعدين بره على البر كده، مش بقول لك كل حد مش عارف في البحر عوام حاجه كده، لكن انت تعالي واحد كل الناس، تعالي سيبي مرسي، تعالي قولي لي ما مش عاوز اسمي اسماء،
ماذا يعرف أي واحد من مرشحين للرئاسة عن حقائق ما سوف يواجهه إذا كان قد أصبح رئيسا؟ أنا أزعم أنه ولا حد فيهم عارف. أما هنا بقى فكرة الكفاءة وهنا فكرة أن يحاط بأكفاء. بس لازم طب يعني برضو طيب. أنا خايف قوي من خلص. يعني أنت بتشخطي جامد في كل ظروفك وأنا يعني ما تحسب يعني. طيب في مسألة مهمة جدا، كلنا وإحنا خارج برا السلطة عارفين شكل عام الأشياء، لكنه أنت قدام حاجتين، قدام مشاكل تعقدت 30 سنة بأكتر مما تتصورين، وبعدين أمام ليست هناك لا ملفات ولا وثائق كافية لكي تدرسي بالضبط ما جرى. فأنت بالدليل هو كان ممكن تبقى ثورة بلا قيادة، كان ممكن بلاش بلا قيادة، كانت ممكن تقوم ثورة بلا برنامج. كل الناس اللي راحوا ميدان التحرير دول أليس فيهم، ما قولي لي مين فيهم وقف وقال لي خطة واضحة العمل؟ كل الناس اتكلمت على مجموعة من المبادئ العامة ولا الشعارات العامة، ما بين الإسلام هو الحل والديمقراطية الحل والدستور هو الحل. ماشي، الإعلان الدستوري، وده كان هل ده القشة التي بينت الانقسام بين المصريين؟ أنا عايز أقول الانقسام بين المصريين بادي من بدري، بس عارفة دايما كل، وده اللي نفسي ما يحصلش، لأنه كل كسر يبدأ بعلامة على حجر صغيرة قوي، وبعدين العلامة تتحول لخط، والخط يتحول لشق، والشق يتحول لفلق. أنا كل اللي نفسي يحصل واللي أنا خايف منه جدا أن يحدث الفلق، وهذا ما ينبغي أن نحول دونه جميعا. ولذلك أنا ما سمعت النهاردة قبل ما أجيلك أنه مش عارف في ناس بيتكلموا على مش عارف أسلوب أسبوع النفير ويوم النفير والكلام ده كله، كل الكلام الفارغ اللي بنسمعه كتير، فيه كلام فارغ بنسمعه كتير قوي. قلقت، لأنه من فضلكم نعم هناك شرخ، لكن أرجوكم أن لا تحولوا إلى فلق، لأنه مهدد هذه اللحظة. بتقولي الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري مشكلة الإعلان الدستوري أنه قفزة في الظلام. قفزة في الظلام، أيوة هتقولي قفزة في الظلام، سجلوا قفزة في الظلام. طيب عاوز أقول لك حاجة، شوفي ساعة ما السياق، ساعة ما كل الناس ماشية في طرق مجهولة لم تختبرها ولم تدرسها ولم تعطي نفسها وقت كافي، وفكرة نلحق نبني بسرعة وبرغم ان البنى هيتطرب على دماغنا بعد بكره، ده كلام مش معقول. وانت في صدد، انت في صدد تاسيس دوله جديده بعد فتره غابت فيها فكره الدوله، مش الدوله، كيان الدوله كان موجود طول الوقت ولو اني خايف عليه دلوقتي، لكن فكره الدوله، فكره الدوله المسؤوله عن كل المجتمع، فكره الدوله الموجوده باراده كل المجتمع، فكره الدوله الموجوده تحت فتح طريق المستقبل للمجتمع، هذه فكرة معطلة. الناس كلها كل واحد بيجتهد قدر ما يستطيع، وأنا برضو أنا لا أريد أن نضع حد، أي حد سواء مرسي، عمرو موسى، مش عارف البلدعي، كل من صباحيين، ما أقدرش أحطهم في ركن كده وحاصر كل الناس وقولهم اطلع حلو دلوقتي. لن ما تواجهيه انت اخطر كتير جدا مما انت تعالي اسالي نفسك، وارجوك تساليه نفسك. ليه؟ في سؤال لازم نساله، انت تسالي اسئله بتقولي الاعلان الدستوري، تعالي قولي لي لما الظاهره تتكرر، دايما احنا كنا بنتعلم انه لما الذاكره تتكرر اذا فهي تعبير عن قانون، مظبوط؟ لان تبقى صادره عن اشياء مستمره وثابته. طيب قولي لي ليه مبارك خرج بهذه السهوله؟ مبارك خرج بسهولة لا تتصوريها. مبارك كلمه طنطاوي قال له الموقف بكرة صعب جدا، ويمكن الحرس ما يقدرش، والقوات مش عاوز اشتبك مع الناس، فيعني يستحسن سيادتك بكرة تبقى موجود بره في حتة تانية. قال له هروح شرم الشيخ. راح شرم الشيخ، كلمه على الساعة 10 الصبحية، قالوا له المظاهرات فظيعة جدا، ده يوم الجمعة كان 11، كلموه قالوا له المظاهرات فظيعة جدا، طب ايه الحل؟ فقالوا له يعني الحل مع الأسف الشديد سيادتك تمشي. ده عمر سليمان، وانا بقولك ده وقت موثوق، انا ببقى في حاجة من الحاجات اللي عملهاش ابدا ان اقعد اقول وقع كده من غير سند. فانت وبعدين على الظهر، قبل الظهر بشوية، قالوا له كلموه وعمر سليمان، قال له سيادة الرئيس يعني الوضع سيء جدا، قال له خلاص حضروا بيان، خلاص حضروا بيان
وعرضوا عليا في التليفون وحضروا البيان، غير فيه كلمه واحده بدل يتنحى حطها يتخلى عشان يبان انه هو متصورا كعالم صياغه عظيم، يعني متصورا انه ده احسن من انه هو حد ارغمه على التنحي. طيب وبعدين كل اللي طلبوا حاجه واحده، اخروا الاعلان لغايه الساعه 6 لغايه ما تكون سوزي زي ما هو قال والولاد جم. ف ومشي مبارك، مشي بهذه السهوله ليه؟ ليه؟ ما تستعجليش بقى، خلينا نتكلم بالراحه بقى، مش معقولة. وبعدين بتقولي ليه؟ كأن انا مسؤول. طيب اسألي نفسك سؤال تاني، المجلس العسكري اللي جه وامسك بكل مفاتيح السلطه في البلد وكلنا شكينا سواء بمبرر او من غير مبرر، كيف تخلى عن السلطه بهذه البساطه؟ واوعي تقولي لي بترجاكي انه في الرئيس مرسي شال طنطاوي وشال عنان وشال المجلس كله، مش صحيح. اللي شاله اكتر، مش اللي شاله بالدرجه الاولى، هو استحاله بقائهم. استحاله بقائهم لانهم وجدوا انفسهم امام ما لم يستطيعوا وما لا يستطيعوا تحمل مسؤوليته، ما عندهمش حاجه. طيب مش ببساطه كده، لا عنده ولا حاجه ابدا. طيب كويس قوي. ده المره الثانيه ناس فشلوا. تعالي قولي لي الوزارات المتعاقبه كلها اللي جت في السنتين وفيها ناس في منتهى الكفاءه، زي مثلا او انا شخصيا واحد من الناس اللي بيثقوا في الجنزوري ويعتقد انه رجل كفء، قولي لي كيف لم يستطع هؤلاء الا ان يزيدوا من المشاكل عبئا، بمعنى انه لما جه الجنزوري وعاوز يحل بعض المشاكل اضطر ان يصرف بزياده العجز، ما جابش موارد جديده، ما قدرش يعمل حاجه، ما جالوش حاجه، ما جالوش ما كان ينتظره. العنصر الخارجي ايضا محدش يتصور الى اي مدى العنصر الخارجي والدولي كان فاعل. هقول لك على مرتين انا شفت فيهم طنطاوي. يعني المره الاولى كان لقيته بعت لي اللواء حسن الرويني كتر خيره، جاء مكتبي، وقد يدهشك انه كان موجود عندي في نفس اليوم انت كنت موجود عندي، بس انت وديتك صالون البيت وهو قاعد معايا في المكتب. ف وقال لي هنروح المشير عايز يشوفك. قلت له حاضر، ونزلت معاه، رحنا القياده المركزيه اللي هو مكتبه لانه كان فاضل 5 دقايق على الميعاد، وبعدين رحت المشير طنطاوي والتقينا. بيكلمني على الموضع الاقتصادي وبيقول لي الوضع الاقتصادي أسوأ جدا، والمعونات ما بتجيش، ومش عارف ايه، ومش عارفين نعمل ايه وبتاع الى اخره. وبعدين بيقول لي ايه، ويا اخي انا مستغرب جدا، الامريكان مش بس مش عاوزين ما يساعدوش، ولكنه أسوأ من ذلك انه بيطلبوا من اخرين ان لا يساعدوا، بيمنعوا. وهدفهم الضغط، ممكن او يكون ده صحيح، وهدفهم بالضغط على المجلس العسكري لكي نلتزم هقول لك حاجه، انت عشان تعرفي، انت احنا كلنا بنتكلم على الدستور قبله ولا كان لازم قبله ولا عايز اقول لك ان ده مع الاسف الشديد لم يكن خيارنا. متاسف اقول لك مع الاسف الشديد ان هذا ما كان من اول لحظه، وفي واشنطن ابلغ الى من كانوا من العسكريين في واشنطن. هنا افهم بس، ابلغ الى من كانوا في العسكريين من العسكريين ان الانتخابات يجب ان تاتي اولا. لا لا مستني بس، طب اسمحي لي. طيب هو شوفي ايه، هم برضو ارجوكي، انا ما اقدرش، انا بحاول يعني افهم. طيب بس يا استاذ هفهمك والله، لو كنت اقدر افهمك يعني. لكن هقول لك اللي حصل، الامريكان وغير الامريكان شافوا انه مبارك لا يستطيع ان يستمر، وهو كان يقاوم ويعاند. وعايز اقول لك ان مبارك ضمن اسباب رضوخه، مش احنا، ضمن اسباب رضوخه السريع مع الاسف الضغط الاجنبي او الضغط الامريكي بالذات، او ما اعتبره هو خيانه من اوباما في ظهره، وكلمه مكالمه قعدت نص ساعه وتشاتمها تقريبا في المكالمه، لانه الجنرال مولن قال لمن قابله من العسكريين في واشنطن في ذلك الوقت انه مبارك، وهقول لك الكلمه بالظبط، شو كان بي ايزد اوت، خليه يتزفرط كده ويخرج بره الصوره، ما عادش ينفع. القوه ما بتاخدش ناس عشان سواد عينيهم، بتاخدهم لانهم يخدموا، فاذا فقدوا قدرتهم على الخدمه يستغنى عنهم. على اي حال مش مشكله دي. لكن جنرال مولن وهو بيتكلم في ده بعد دراسات، لانه كان موقف كان بيدرس في واشنطن، قال له ان الحل الطبيعي انتوا عدلتوا 6 انتخابات اللي كانوا ست مواد في الانتخابات اللي كانوا مطلوبين للتوريث فشلتوهم، فدلوقتي تقدروا تعدلوا الدستور والحل هو الانتخابات.
ولما قيل انه في خشيه من الانتخابات انها ممكن تجيب عناصر اخرى مش مهم. التيار الاسلامي اولا موجود وقوي وهو يقدر يمشي الامور بلا مشاكل، فيعني ما يكونش دعوته يعني انتخابات تجيب من تشاء. وجئنا انا ساعات اشوف طارق البشري وهو صديق وحس انه ظلم، والله ظلم، في الناس تصوروا انه افتى بهذا. هذه هي التوجيهات اللي جات له، التوجيهات اللي جات له. وعلى حال لم يكن في خيال اي حد في ذلك الوقت انه حاجه تانية. ما حدش يعني، كلنا قلنا ما بين الدستور اولا الانتخابات اولا، كلنا كنا بنتكلم داخل الاطار الطبيعي التقليدي. الدستور اولا هذا طبيعه الامور، لكن كنا بنتكلم، كنا في سياق معين، في سياق اعاده ترميم القانوني والدستوري للدوله، لكن الموقف كان يحتاج الى دوله جديده خالص. لكن انت هنا جيتي طارق البش لما يتقال ان هو جاب هو اللي عمل الدستور اولا والانتخابات اولا ومش دستور، ولا هو ولا حد. مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد العنصر الخارجي وصل الى هذه الدرجه. وانا بس عاوز اعلق لطنطاوي الا اذا كان عندك حاجه فيها. لا انا بس عندي هنا اقف برضو واوضح تاني. انا عارف ده كويس ان احنا ماشيين كده يعني. ده جميل. اوضح تاني، حضرتك بتقول لي اذا ان خيار الانتخابات اولا لم يكن خيارا طبيعيا ماشي، يعني كان في سياقه نتيجه تعديلات المستشار طارق البشري، ولكنه كان بتوجيهات. لا بلاش توجيهات، بس عاوز اشوف انا عايز اشوف لك. انا اللي بخاف منه مرات ان احنا بنحاول ان نلبس الحقيقه صوت العقل بأثر رجعي. بمعنى الناس لما تتكلم وتتبادل الرأي، وده يقول وده يقول وده يقول، هذه لا مؤامرات ولا توجيهات ولا أوامر. بمعنى أنت في موقف القوات المسلحة، وأرجوك حط دي في ذهنك، أنت بالنسبة لك الأمريكان مهمين جدا في موضوع السلاح. ده المصدر الوحيد للسلاح. الأمريكان أصبحت لهم كلمة سياسية في هذا البلد بأكثر مما هو ضروري وبأكثر مما هو صحي، لكن على حد قضية تانية. لكن لما انت عندك حد مهم في واشنطن، بعثة عسكرية في واشنطن، وعندك جنرال مولن، وعندك رئيس أركان حرب الجيش الأمريكي، وعندك موقف في مصر ملتهب، والأمريكان مهتمين جدا لأنهم يعتبروا أن مصر هي البلد البيفوتال، هي البلد القاعدية في استراتيجيتهم في المنطقة. فأنت بيتكلم معاك بيقول لك احنا بنتصور كذا، وأنت لعجزك عن عاوز اقول لك لا احد يفرض عليك شيئا الا اذا كنت اما عاجزه واما غير قادره على التفكير، بتشرع عليك يعني في الحالتين يعني. لكن هنا بتقبلي نصائح الاخر، انت قدام كنت موقف ما حدش متاهب له، ما حدش مستعد له. المؤسسه العسكريه كانت اكثر حاجه في ذهنها، كل اللي في ذهنها كان هو منع التوريث، انه والله احنا مش هيمشي في التوريث، انتوا بينكم وبين الشعب، اذا كان الشعب يقبل تصرفوا، اما احنا لا تعتمدوا علينا في القمع في سبيل التوريث. فلما يجي لك اقتراح يقول لك والله مبارك كان بيه ايزد يمشي، سيبه يتزحلق يطلع ايزد اوت. فتم مش ترتيب على الشعب كان عايز. طيب بالراحه بس بالراحه. طيب انا عارف والله، عارف مزاجك وشبابك يعني، لكن خلي التيمبو يبقى على بقدر ما هو ممكن. فانت اورايت، اما يقول لك يقول لك يجي حد من الناس يقول لك والله ده الامريكان بيقولوا كذا، اورايت ويبدو معقولا في سياقه. معنى مرات بنحكم بعدين اثر رجعي كتير قوي 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 قوي، ونتعسف مع اللي حصل. ما هوش كده، جاب واحد الامريكان بيفتكروا كذا، طب ايه الموجود؟ ما فيش حلول ثانيه، ما فيش. والناس عاوزه في ذلك الوقت، كل الناس متصوره ان ما جرى هو شويه عصيان واحتجاج، وانه يعني يتعالج بالطرق التقليديه وخلاص، مبارك هيمشي وهنجيب معدل الدستور وهنجيب على طول بسرعه برلمان. هنا بدت، لكن واضح التاثير الامريكي. اقول لك المره الثانيه، المره الثانيه كانت مره غريبه قوي، بعد نتائج الانتخابات البرلمانيه وبدا ان التيار الديني خد الاغلبيه الكبيره دي كلها. قبلها بشويه انا كنت بتكلم مع حد يعني، وبيقول لي انه تقديراته وتقديرات كل الدوله تقريبا، لانه التيار الاسلامي هياخد ما وده كانت تقديرات الامريكان، ياخد ما بين 32 الى 35%. والناس بيعرفوا بتصدقي انت مرات. انا شخصيا كنت متشكك في الارقام دي، في النسب دي، وكنت عارف انه القضيه مش قضيه من يمثل ماذا في هذه اللحظه، لكن من هو قادر على ماذا في هذه اللحظه. فالاكثر تنظيما هو الذي سوف يتقدم. كنت خايف الان يعني.
رغم ان ما عنديش حاجه ابدا ضد الاخوان، بمعنى ان انا تاريخيا فكريا مختلف معهم بقاسه وبشده، لكني انا كانسان وديمقراطيا وعاوز البلد، طالما اختارهم الناس انا مش دخل، مش من شاني، من شاني ان اسهل لهم ان ينجحوا، وليس من شاني ان اعرقل لهم لكي يفشلوا. نعم كده. فانا بتنطوي نداء يوميها شفته تنتهي، وكان معانا الفريق سامي عنان، وكان في صالون وزاره الدفاع في الدور الاول، وحتى انا في الاول اول ما قعدنا لقيت الركنيه اللي انت عارفاها ده والعلامه اللي موجوده كده، بشير قاعد كده وانا قعدت في الكرسي الناحيه الثانيه من الركن ده، ولقيت طنطاوي في الناحيه عنان في الناحيه الثانيه، قلت له فريق ما تيجوا الناحيه دي، ما تيجي الناحيه دي جنب المشير، بدل ما افضل زي واحد بيتفرج على ماتش تنس راسي من هنا لهنا. وفعلا الراجل كتر خيره واستجاب. طيب يوميها طنطاوي بيقول لي، بيقول لي، وكان الحقيقه الراجل راجل طيب وقد وجه بما لم يكن يتصوره ولم يكن يحتمله ولم يكن مستعدا له على اي الاحوال، لكن اعتقد انه الظروف ظلمته، لكن على اي حال بيقول لي وانا والله مشهده لم صورته لم تفارق ذهني في هذه الفتره، بيقول لي العمل يا سيدي. قلت له يا فندم انا مش شايف ان في مشكله كبيره قوي، اذا كان هذا هو الوضع وفي اغلبيه قدام الاخوان، ابعت استدعي الدكتور مرسي وكلفه برئاسة الوزارة باعتباره، كان في برلمان وقتها، باعتباره رئيس حزب الأغلبية. فبيقول لي أنا فاكر والله خبط على إيده كده، قال لي أسلم البلد للإخوان المسلمين، أخش التاريخ وأنا مسلم البلد للإخوان المسلمين. قلت له سيادة الرئيس، سيادة المشير، أنت ما تسلمش البلد للإخوان المسلمين، أنت بتسلم البلد لمن انتخبه الناس، أنت ليس من شأنك، ومع ذلك فانت مش هتسلم البلد، يبقى لسه عندك قضيتين مهمين جدا. انت هتدي رئاسه الوزاره، هتسيب رئاسه الوزاره، الشعب طلب كده خلاص، في مجلس نواب اهو، وفي رئيسه يؤلف الوزاره ويواجه الاوضاع الموجوده ويقود، والحاجه الثانيه باقي عندك حاجتين، باقي انتخابات الرئاسه لانها تحتاج الى رويه، وباقي وضع الدستور وهو يحتاج الى الزمن اللي احنا فيه. لميس زمن من أغرب ما يمكن، بمعنى أنه كل شيء تفعليه، كل المشاكل اللي قدامك غاطسة، وكل ما تفعليه قدام التلفزيون على الشاشات، وهذه معضلة من أغرب المعضلات. هقول لك حاجة، أنا يمكن من هذه المعضلة، وبأكد لك يعني من هذه المعضلة ومن تخوفي منها، يوم من الأيام اقترحت حاجة اسمها لجنة أمناء الدولة والدستور، مجلس أمناء الدولة والدستور، حتى في أواخر عهد مبارك أنا كنت شايف الثورة جاية وغيري كان شايفها، وانا كنت بشغل نفسي جدا ما العمل، ايه اللي هعمل ايه، وكنت خايف جدا من هذا الذي رايته. وهقول لك غريب قوي، يوم انا عاوز افكرك بيوم، يوم في شهر سبتمبر سنه 2005 او 2007، 2007 كان في يوم في طهران يساوي يندرس، لانه كان بدايه مشاكل مراحل الانتقال. انا ممكن اقف عند هذا اليوم واخرج فاصل؟ امال قصير؟ اخرج فاصل قصير عند هذا اليوم ونسمع بقية الحكاية وربما الحلول المقترحة للخروج من المأزق مع الأستاذ هيكل. أهلا بكم من جديد، وما زلنا في جذور الأزمة التي نعاني منها. أستاذ هيكل حضرتك كنت مشان نعاني من الأزمة، أنت نعاني منها أستاذ هيكل، لا بنعاني كلنا منها في مصر. كنت بتقولنا عن قصة 2007 في طهران، في طهران في شارع يزدي، كان في بداية بقى، كان انتخابات نجاد، محمد احمد نجاد، وخرجت مظاهرات انا اعلم واتصور انه لها اسباب، لانه الانتخابات كانت بشكل او اخر كان فيها تجاوزات في انتخابات رئاسه المده الثانيه لنجاد. وبعدين حصل حاجه غريبه قوي، حصل انه العالم وسائل الاتصال في العصر الحديث انا بعتقد انها دخلت وعملت حاجه غير مسبوقه في التاريخ. كنت بقول لك باستمرار انه اي ثوره شفناها في التاريخ حصل فيها تدخل من خارج حدودها، حصل فيها تدخل بالضغوط عليها الاقتصادية النفسية بالإذاعة بالتلفزيون بما تشاء من وسائل، لكن هذه أول مرة تحارب فيها معارك سياسية داخل مشاعر الناس وفي نفس اللحظة. يوميها لو تتصوري أنه مثلا في كمية مواقع التويتر اللي انطلقت من كل مكان في العالم إلى الميدان الى الشارع يزدي تنقل عنه وتنقل ما فيه، غيرت يعني كأنك قدام عملية اجهاض على الهواء.
ده لم يحدث، لم يسبق له مثيل في التاريخ. في يوميها على سبيل المثال، يوميها في 17 موقع تويتر انشأت في اسرائيل وكلها موجهة لطهران. الناس، كمية الناس اللي كل مشهد منعتي ناس يخشوا، كل مشهد صورة بالتلفزيونات محمول، بالتليفون محمول، كل مشهد كان موجود في نفس اللحظة. احنا بنعرف باستمرار ان الافكار والحوادث تحتاج الى طرق تمشي عليها. الافكار كان دايما من اول بودا، كان بودا يقول لتلامذته ايه، دايما يقول لهم، انتشروا في الارض وخوضوا في الجبال، وهو طريق شاق لكن هذا هو الطريق الذي تمضي عليه دعوتكم، لأن الأفكار لا تؤثر إلا حين تصل إلى الناس الآخرين. عرفنا الأفكار ماشية بسرعة المشي، وعرفناها بتمشي بسرعة حصان وبسرعة الشراع وبسرعة المركب والبخار وبسرعة اللاسلكي، لكن لأول مرة أنت قدام أفكار ومؤثرات تصل إليكي on the spot في نفس اللحظة، والأكشن داري جاري. شفناها لما يوميها تحولت بظاهرة احتجاج، بقت فضيحة للنظام من غير داعي. وأنا كنت شايف، ما أقدرش أدعي أني كنت شايف شكل اللي جاي، لكن أنا هذا المشهد في شارع أزاد وأنا شايفه على التلفزيون، أنا ما كنتش هناك، شايفه على التلفزيون وشايف كيف تحولت حركة احتجاج إلى فضيحة عالمية. سواء للنظام، وكمان قدر يقمع ثم أوقف الزحف، والمسائل تغيرت كتير قوي. لكن أنت هنا بتشوفي تأثير وسائل الاتصال الحديث بالأفكار وبأعلى الأفعال في نفس اللحظة. فأنا وقتها كان نفسي قوي أتجنب هذا المشهد ده يعني. أما بقى نرجع قبل الطنطاوي، مش أنت كنت عاوزة؟ كنت عايزة أسأل حضرتك هو بقول له إن لسه فاضي قدامك الدستور، ولسه فاضي قدامك الرئاسة، لكن المشكلة إنه حتى هذا المجلس يوميها، أنا فاكر يوميها بيقول لي، من ودي لفتت نظري جدا، بيقول لي طيب، بقول له، قال لي والدستور والرئاسة أعمل إيه في الضغط الدولي؟ بيخبط على إيده كده. الضغوط الدولية أنا عارف الضغوط الدولية، لكن سبته يتكلم. لكن واضح أن أكبر تأثير عليه، خلي بالك ده راجل رئيس، سيبي أي حاجة، لكن ده قائد جيش، وقائد جيش يعلم أن سلاحه موجود عند طرف آخر وذخيرته موجود عند طرف آخر، وهو يشعر بضغوط حقيقية ولا يملك إلا أن يسير أو يمشي. فهو يوميها حتى ما كانش حد قادر يتمثل انه والله هات رئيس الاغلبيه، يعني لا، حاسس كمان انه ولا الدستور ولا مش هيقدر، محدش يقف. في ضغوط اجنبيه تضغط، ضغوط فاعله جنب الشارع طبعا، في اي اتجاه، في اي اتجاه. شوفي ايه، هو الناس كلها ابتدت في اتجاه انه، شوفي ايه، عاوز اقول لك انه ان احنا مرات بننسى انه باستمرار، قبل ما اخواننا في الاخوه يطلعوا بشعار الاسلام والحل، ارجعي لكتبي اللي انا كتبتها ارجوك، اذا وخصوصا بالذات على سبيل المثال ذا كايرو دوكيومنتس اللي طلع بره، في ده اول كتاب كتبته مع سيره الاهرام للعالم الخارجي. انا هنا الامريكان واصلين بعد الحرب العالميه الثانيه الى انه هذه المنطقه كلها لا حل لها الا الدين، لانه الدين هو التيار الرئيسي موروث والفاعل والمؤثر على حركتها، وينبغي أن تدخل فيه. أنا واصف في كل ما كتبت مشهد زيارتي الأول مرة واشنطن بعد الثورة، مع الأسف الشديد سنة 52، بقول مع الأسف الشديد، لما بقول 52 أنت لازم تخض 52 قبل أنت ما تولدي يمكن، لكن أنا في ديسمبر 52 وأنا بغطي انتخابات الرئاسة، شفت جون فوستر دالاس اللي بعد كده بقى وزير خارجية، والراجل بيقول لي إيه رأيكم؟ وبعدين العسكريين في البنتاغون قالوا نفس الحكاية، وأنا كانوا مهتمين بزيارتي جدا في واشنطن لذلك الوقت، لأن لهم إن أنا قريب من مجلس الثورة وصديق لجمال عبد الناصر. فراح جون فوستر دالاس قال لي الموروث الوحيد عندكم له تقاليد، مش الديمقراطية والكلام ده كله، الموروث هو الإسلام، الدين. راح جاب لي جنرال ألفريد أولمستيد، وأنا فاكر اسمه وفاكر شكله، ونحن في غرفته في البنتاغون، فتح خريطة عليها كان عليها ستارة، فتحها وراني، قال لي هنا حلف أطلنطي أوروبا، وشايف أنت الإعلام بتوري القواعد، شايف حلف جنوب شرق آسيا، عاوزين نعمل عندكم حاجة تملى الفراغ الموجود قدام الشيوعية.
وانا قلت له في حركه القوميه العربيه والوطنيه والداخل. قال لي شوف ده كلام ممكن تقوله زي ما انت عاوزين، لكن هذه المنطقه حط دي في ذهنك بقى ما تنساهاش. احنا عاوزين حلف يرتكز على اسطنبول اكتر بلد اسلامي التصاقا باوروبا، مصر الازهر اللي هو لا يزال المرجعيه، باكستان اكبر دوله اسلاميه واكبر جيش اسلامي. فالحل هو حلف اسلامي جنب حلف ده كان قبل حلف بغداد بكلام كتير قوي، جنب حلف جنوب شرق اسيا وجنب حلف الاطلنطي. فانت فكره الاسلام ما هي فكره حكم اسلامي يعتقد الامريكان انه افضل اول المنطقه، اولا لاتساقه مع طبائعها، لاتساقه مع مراحل التطور، لانه يحفظ مصالحهم او يتصوروا انه يحفظ مصالحهم من غير ما اتهم حد بالتواطؤ ولا حاجه. لكن ارجوك تلاحظي انه التيارات الوطنيه والتيارات القوميه وهذه الدعوات المتحدثه والتقدم كلها سوف تصطدم بالغرب. اما اذا لهيت المنطقه في كل خش الجوامع وتفضل زي ما انت عايز اعمل زي ما انت عايز، وخش الندوات وقول انت، واركب اقعد مواقع الوعظ وقول اللي عاوز تقوله، ده كله لا يخيف حد. في ثابت موجود في ذهن الامريكان انه هذه المنطقه بالتحديد الدين هو الفاعل الرئيسي فيها، وبالتالي سيبها له ايا كانت بقى مشاكل الحريات، ايا كانت مشاكل الاقليات. عاوز اقول لك حاجه، قضيه الاقليات ممكن قوي يتكلموا فيها، ودي القضيه الوحيده اللي تعنيهم. قضيتين، قضيه اسرائيل، امن اسرائيل ما حدش يتناقش فيه ابدا، محدش راجع فيه شيء ابدا. والحاجه الثانيه انه يشعروا وحقيقه هم واوروبا، وانا بعتقد انه هذه من المشاكل اللي قد تصادفنا، انه هذا موضوع وطريقه وضع الدستور والكلام ده كله، غياب الكنيسه يعني بالنسبه لي انني افتح ثغره بكره الصبح الفاتيكان يطلع لي بيان، بكره الصبح كنائس امريكا تطلع لي، ويبقى لهم حق. عايز اقول لك انه مفيش حد يقدر يخليني اعمل مفيش حد يقدر يضرني، لكن اقدر اضر نفسي. وما يستطيع اي طرف ان يقنعني. انا مره هديكي وثيقه كاتبها لورد كرومر، مش لورد كرومر بتاعنا، حفيده. حفيده كان سفير بريطانيا في امريكا، وهو المؤتمن في نظام نيكسون، المؤتمن على العلاقات بين امريكا وانجلترا، لانه امريكا انجلترا تتصور انه عندك علاقه خاصه مع انجلترا بحكم اللغه وبحكم الى اخره. لكن هنا بيقول كيسنجر، بيقول للورد كرومر، بيقول له سياستنا هي طرد الروس في المنطقه، لكننا لا نريد ان نفعل ذلك لاننا سوف نسيء الى الوفاق، لكن اسلوبنا الى عمل هذا ان نقنع العرب نفسهم هم اللي يطردوا الروس. عايز اقول لك ان في قوة كتير جدا، كل القوى الدوليه، ولو تراجعي ملفات من اول فلورنس لفينيس، المدن التجاريه اللي كانت بتشتغل معانا طول عصور المملوكيه، تلاقي ان كل اللي اتعمل هو استعمال امراء ضد امراء وتيارات ضد تيارات باستمرار. حكايه ما بقولش سيد فرج اقتصد، لكن باستمرار استغلوا التناقضات الموجوده سواء ما بين القوى او ما بين العصور، حتى العصور متناقضه. فانت هو مش عاوز يعمل فيك، بيسيبك تعملي في نفسك كل حاجه، هو يوحي اليك وتفضل تصرفي زي ما انت عايزه. ارجع تاني لطنطاوي بعد اذن حضرتك. ما العكس، قلت انا اولا انت مش محتاجه اذني. لا دايما محتاجه اذن حضرتك. ربنا يحفظك. تحدثت عن انه ذهب لاستحاله بقائه. يعني ايه يا استاذ؟ هقول لك حاجه، ساعدني هقول لك. عايز اقول لك انه المجلس العسكري تصرف، المجلس الاعلى للقوات المسلحه تصرف فيما اظن في موقف هو لا يستطيع ان يديره، واخذ مسؤوليه هو لم يكن مهيئا لها، وتطورت الامور بحيث المسافه بقت واسعه قوي. لكن المجلس العسكري عند لحظه معينه ادرك انه لا يستطيع ان يستمر، جنب انه ضعفه وقد تكون غير مقصوده ومعظمها في الحقيقه غير مقصود، ادى الى انه بقى في موقفه في القوات المسلحه وليس عندي، موقفه في الاحساس انه اساء الى الجيش، انه اساء للمؤسسه. فبقى المجلس بشكل ما عاوز يفوض حد من اللي فيه لكي يتولى المسؤول العسكري وباقي في الخدمه، مش على المعاش وقاعد، واحد باقي في الخدمه وموجود في الخدمه بحكم سنه ولا يزال مسؤول ومقبول في القوات المسلحه، لكي تترك له المسؤوليه وهو وهما يمشوا. ان في حد بقى حاول يزرجن، في حد حاول
في اخر لحظه مش عاوز يطلع بسهوله مثلا، وده مش طنطاوي على حال، وانه يعني يلاقي مطرح في المستقبل الجديد وبتاعه وحاول. لكن عايز اقول لك انا سافرت من القاهره الى لندن يوم 26 يونيو وانا اعلم ان المجلس العسكري خارج. وهقول لك شاهد على هذا، يعني انا لما سافرت من القاهره وكنت في شهر، وده لسه كان قبل المجلس بشهرين، بالصدفه او بمحض المصادفه وانا في جنوب فرنسا زارني في الفندق اللي انا فيه امير قطر شيخ حمد، وهو صديق انا بعتز جدا بصداقته. وقلت بيقول لي ازاي واحد ممكن يتعامل مع 19 واحد بيتكلم عن المعونات لمصر. وبيقول لي الراجل بيقول لي وبامانه انا عاوز اساعد مصر في مشروعات، لكن لا احد يطلب مني سد عجز ميزانيه. وانا بقول له لك حق. بيقول لي اتعامل مع، انا رحت شفت المجلس العسكري اتعامل ازاي مع 19 واحد. فبقول له، قلت له ارجوك ده وضع مش هيستمر طويلا، وسوف تجد عما قريب انه في واحد بس موجود وفي نظام ثاني موجود. قال لي فين هو الواحد ده؟ قلت له سمعت عمرك عن حد اسمه اللي هو كان في ذاك اللقب دواء السيسي؟ قال لا ما سمعتش. قلت له هتسمع. فعايز اقول لك اي حد متتبع الجاري كان يستطيع ان يدرك انه المجلس العسكري نفسه ومن داخله ادرك انه لا يستطيع. الكلام ده خلي بالك كان مع شيخ حمد، ده كان يوم 8 يوليو. شوفي عندما جاء رئيس جديد ليه ما استقلش لوحده ومشي وقال خلاص اديت دوري اتفضل سياده الرئيس؟ انت هنا أقدر أفكرك بنص بيت شعر بيقول ومكلف الأشياء فوق طباعها. أنت عاوزة تطلبي من البشر أن يكونوا ملائكة، أرجوك حط البشر. شوفي أنا اعتزمت أن أمشي، بيحصل كده كتير قوي. عايز أقولك أنه في بين مستشار الرئيس من قالوا لي أنهم ماشيين وعاوزين يمشوا وهم صادقين. لكن بدي أقولك أنه يس بتقولي أحمشي، لكن أنت تلكعي كده وبتلمي ورقك ومش متاكده، ويصعب عليك دايما، الناس يصعب عليهم لما يجوا يغادروا هيلمان. انت بتفكري انه الدوله المصريه دي هيلمان اللي في الدوله المصريه انت لا تتخيليه، وهو قادر على افساد. انا شفته وانا وقت من الاوقات، خلي بالك ارجوكي، انا كنت رئيس مجلس اداره الاعلام ورئيس تحرير الاعلام في نفس الوقت، كنت وزير اعلام في نفس الوقت كنت وزير خارجيه، فانا بعرف يعني ايه السلطه. كنت دايما التفت لهدايه لمراتي واقول لها اوعي تصدقي اي حاجه من اللي انت شايفها، اوعي، كل ده مش انت، ده كل ده هيلمان الدوله، واخطر حاجه نعملها لكن ان احنا نسمع نستجيب لهيلمان الدوله انه يرضي حاجه فينا. محدش، مش سهل قوي على اي حد يقرر ويقتنع انه دوره انتهى. برضه مشي بسهوله ازاي كده؟ مشي بسهوله، لا شوفي ايه، مشي بسهوله لانه مش رئاسة، أدرك أن القوات المسلحة قاعدته في القوات المسلحة لم تعد راضية، هو ده العنصر الحاسم. وهو بين قال وقيل، بين طبائع البشر، أنت عاوزة تغفلي طبائع البشر وتصوري أنها كده يعني. لم تكن هناك صفقة بين طنطاوي والإخوان؟ لا أظن. شوفي ممكن يكونوا بعض اعضاء المجلس العسكري، بعض اعضاء المجلس العسكري حاولوا بشكل ما ان يبحثوا عن دور في المستقبل. لميس في منتهى الصعوبه انه اي حد يقول بعد كل ده كله الزيطه دي كلها، انه يجي يقول انا خلاص بكره الصبحيه ماشي، ما بيحصلش الا تحت قوه قاهره، قوه قاهره وضاغطه ومديه توقيتات. ملك فاروق بيقولوا له اذا قبل الساعة السادسة مساء إذا لم تغادر تتحمل عقاب. غادر بمعنى ما فيش ديدلاين، ما فيش أجل محدود لكي يمشي فيه، لكن القرار كان واضح والصورة كانت واضحة. هنخرج فاصل أخير، وبعد الفاصل أوعدكم الخروج من المأزق، وأكيد هسأل الأستاذ عن تقديره أو تقييمه للدكتور مرسي. اهلا بكم من جديد استاذ هيكل. هل هناك فرصه للخروج من هذا المأزق؟ شوفي باستمرار طالما توجد حياه واصرار حياه في فرصه، وانا معتقد انه هذه الفرصه سوف توجد وسوف تفرض علينا غصبا عننا. يعني حتى ما حدش من حقه ييأس، ما حدش، ما تقدريش امه لشعب
انا اقدر استقيل، لكن قلت لك انا اقدر استقيل لكن ما اقدرش، ما فيش ما تستقيل. لكن انت مشكلتك انه ما تقولي ليه فشل مجلس عسكري، ما قدرش ليه مشي مبارك بسرعه. انا مستعد اقول لك انه في هذا الموقف كله أزكى واحد كان مبارك، لأنه أدرك أنه وصل إلى الطريق مسدود وهو لا مشفق على ابنه. ولما قال للأمير سلطان أنا حورث ابني خرابة، هو كان يعرف الموقف. تعالي ناخد حقائق، إيه اللي جرى، إيه اللي أنت بتواجهيه النهاردة مثلا يعني. وأنا عشان كده هستأذنك أن أبص في ورق اللي قدامي عشان لأن فيها أرقام. أول حاجة عاوزك تحط فيها أنك أنت أكبر بلد في الدنيا تلقى مساعدات أجنبية ومعونات وتدفقات. وكان رئيس وزارة الهند باستمرار يقول لي كل ما نتقابل في حتة يقول لي يا بختكم كمية ما تدفق عليكم من معلومات من معونات ومن مساعدات ومن تدفقات مش معقولة. عايز أقول لك 30 سنة مبارك جالك ما يقارب تريليون دولار مساعدات ومعونات وتدفقات. كويس؟ جميل. تعالي شوفي انت عملتي ايه عشان تقدري تعرفي، بمعنى انا بقول لك رقم دليل عشان تعرفي انه الناس اللي ساعدوكي فيما مضى وضيعتي كل هذه المساعدات بهذه الطريقه اللي وصلنا اليها ما تشتكيش انه ما بدكيش. ما حدش انت ممكن تفصلي بين الماضي والحاضر، بمعنى تقولي والله يا اخي انتوا اديتوا للجماعه التانيين ودلوقتي ما بتدوش، والله احنا ادينا البلد، البلد تصرفت فيه ازاي او سمحت بالتصرف بيه زي ده شغلكم. لكن تعالي شوفي النهارده اذا حطيتي دي قدامك حطي بعدها على طول مباشره انك سنه 1000 قبل 30 سنه، قبل 35 سنه انت كنت في مراكز النمو في العالم، الدوله رقم 30 31. حضرتك وصلتي بقيتي انت في المركز 138 من 144. هتتصوري ناس جالهم اكبر تدفقات عملوا، كانوا في وقت معين كانوا الدوله 30 31 32، وصلوا للدوله 138. طيب حطي على ده بقى حاجه تانية، حطي المشكله اللي بيواجهها اي حد واللي واجهها طنطاوي وجنزوري واللي كلهم ناقوا بها ببساطه كده. انت هذا البلد كل يوم، الدوله كل يوم بيجي لها ايراد الصبح 1100 مليون جنيه، على بال اخر نهار بتكون صرفت حوالي 1650 ل 1700 مليون دولار، مليون جنيه. اذا انت كل يوم عندك عجز ما بين 400 الى 600 مليون جنيه كل يوم. كل يوم قولي لي من يستطيع ان يعيش؟ طيب اللي ترتب على ده ايه؟ ترتب على ده حاجه ولا بترجيكي بترجاكي تعدي اللي هقوله لك لانه مهم جدا. مش عدد بقى، قولي لي ماذا يحدث؟ ده معناه ان في فساد كتير قوي، في قصور كتير قوي، مش كده؟ تمام. تعالي قولي ده ادى ايه نتائج في مجموعات القيم. اول حاجه انك لغايه تغطي عملتي اكبر عمليه تزييف في التاريخ، انت صورتي صوره هذا الوضع الذي كان موجودا في مصر قبل 25 يناير، اقصد البلد صورت والنظام حاول يصور ان ده والله صوره مشرقه لمستقبل يمكن ان يستمر بالابن بعد الاب. كويس؟ وهو ليس صحيح. فعملنا عملية تزييف كويس قوي، تزييف فظيع يعني، الحقائق صورت على غير ما هي عليه إطلاقا. الحاجة الثانية بعد التزييف انك عملتي في ناس كتير مش هيمشوا في ده كله، في ناس عندك في الإدارة وفي السياسة جم وجرفوا، انت هم هيعترضوا او انت مش عايزاهم، مش عاوزة هذا النوع من الناس. نتيجة ده ان بعد التزييف جرى تجريف للموارد وللناس. كويس؟ في حاجة تحصل بدأ. انك انت عندك بلد جرى تريفه، ريف البنادر زحفت على الحواضر والقرى زحفت على مفيش. بص لميس، اي حد يعرف القاهرة ويفتكر كيف كان منظرها قبل 40-50 سنة ويبص لهذه القاهرة قلب القاهرة لابد يشعر انه الريف. طب في فرق بين المدينة تأخذ الريف وترفعه وهي رافعة المدينة وهي رافعة ريف المدينة، وفرق بين الريف يطغى على المدينة. فكرني دايما، كنت دايما وهو يمكن ده يجرنا الكلام مع الرئيس مرسي، لأن الرئيس مرسي أنا بعتقد هو يمثل الديمقراطية صحيح، ولا أستطيع أن أنكر عليه شرعية هذا التمثيل صحيح، في مشكلة، لكن يعني خليني أتكلم في ده.
لا انكر عليه هذا، لكن في انا فاكر مره في حديث بتكلم مع نهرو، انت عارف نهرو طبعا ما حضرتيش، لكن انا ده راجل انا بعتز ان عرفته، ده كان رئيس الهند تلميذ غاندي وهو رئيس هند، وانا بقول له هتحلوا ازاي مشاكل الهند، وانا بعتقد انه هذا الرجل كان حكيما فيما قاله لي، واظن ان الفورمولا اللي هو قالها الصيغه التي عرضها انا بعتقد انها من اعظم الصيغ. بيقول ايه؟ بيقول لي احنا كنا في بيته في الهند وأندرا غاندي قاعده جنبنا وهو كان عيان، كان في الاخر بيقول لي وكان ابيض في ابيض، وانا فاكر في دالي كان يجنن، كان منظر يجنن، وانا كنت حاسس انه دي اخر مره هشوف في الغالب فيها لو كنت تعبان. فبيقول لي ال 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 الهند فيها وقتها في ذلك الوقت 400 مليون بني ادم، لكن فيهم القادرين على المستقبل هم عشر العدد، وهذا طبيعي في الامور 40-50، لكن هذه النخبه القليله هي القادره على رفع الكتله الى اعلى بكفاءتها. وخوفي جدا اكثر ما يقلقني على مستقبل الهند انه اذا عجزت النخبه عن ان تحمل بعضلاتها الكتله فان الكتله سوف تسقط على النخبه. هو قالها تفلتن، تفتت بطت النخبه والبلد كمان. وبعدين في رايه من بتكلم عن الديمقراطيه، الديمقراطيه عاده ما تجيبش النخب، كل النخب في المجتمعات لا تتقترب من العمليه الانتخابيه في كل مجتمعات الدنيا تقريبا. افتكري انه كل الحكومات المنتخبه بيجوا بزعماء شعبيين قادرين على اثاره المشاعر اكثر ما هم قادرين على تحريك العقول، وهذا معقول، لكن بيبقى واجب زعامه الكتله ان تلجا مباشره الى النخبه لكي تساعدها في رفع المجتمع. احنا ما عملناش كده، احنا سبنا لانه مش فاضيين نعمل حاجه في ال 30 سنه اللي فاتت، احنا سبنا الكتله تطغى على النخبه. وانت قدامي شايف انا القاهره حلها ازاي، مجرد ابص في القاهره حصل فيها، يعني انا كنت زمان لما تطلعي تشوفي، يعني انا ما انا لما افتكر اين ولدت، الحي اللي انا ولدت فيه، انا ولدت في سيدنا حسين، وفاكر بيت جدي اللي كنت موجود فيه انه في سيدنا الحسين، انه كان في بيت، هذا الحي كان بديع، وكان الناس ساكنين فيه، وكان بيت عنده جنينه وكان في ناس وجنبي بيت الرزاز وجنبي بيت الرفعي وناس كانوا، هذه هذا حي الحسين، وانا شايف اللي حواليا فيه، وشايف فيه ناس بتخش ازاي، بتصلي ازاي، وبتخرج ازاي، وبتطلع ازاي. انا بروح سيدنا حسين مرات من باب طبيعي ان تحني الى حيث تعرفي اكتر، انا بروح مرات اشعر اني غريب، والله اللي بشوفه هناك والله ولا بشوفه في معابد الهند حيث تري معابد سيفا، لانه في الديانات الهنديه في سيفا اله الشر، وإله الشر ده انت تروحي تسترضيه، مش بتاخدي تروحي عند إله الشر، إله الخير وإله الخلق، ولا عندهم ابدا حاجه، ما عندهمش قدامهم قرابين ولا حاجه، الناس كلها رايحه كل إله الشر، كل الناس رايحه لسيفا عماله تديله ذهب وتخلع الخاتم عشان يرضى عليها بس تسترضوه كويس. لكن المنظر هناك الراغبين في التوبه وفي الغفران كتار قوي، لكن وبقى في فوضى وحاجه فوضى شنيعه. الكتله والنخبه الان، الكتله والنخبه، انا هذه ديمقراطية، ياس أنت يا سيدي تمثل الشرعية وأنت الناس انتخبوك، وأنا أعلم أن في مشاكل عشرية مش مشكلة، لكنك باقي، وأنا بتصور أنه حكاية أرحل وكده كله أنا لسه يعني مش مقتنع بيه، إلا إذا ارتكبنا أخطاء دراماتيك، أخطاء بشعة ربنا يجنبنا بها. مش شايف أن الدستور بداية هذه الأخطاء؟ هو شوفي إيه، أنا بعتقد أنه خايف منه جدا، يبقى بداية تحول الشرخ إلى فلق، وانا بدعي ربنا بحقيقي انه يعني عارفه ايه، لا ينبغي لهذا الموقف ان يستمر وان يتداعى بلا اداره. وانا بتصور انه في مهمه الديمقراطيه اول حاجه انا الاغلبيه، انا بامثل اراده البلد، اراده البلد الحره والمنتخبه عليها ان تستدعي نخبه كلها، عليها ان تاتي بافضل ما فيه، ما تجيبليش اسوء ما فيه. انا بشوف هقول لك حاجه، أنا بصيت في آخر من الحاجات اللي لقيتني في اللجنة التأسيسية، أنا بصيت في الصورة والله تهيأ لي أنني أعيد قراءة تاريخ مصر في أواخر العصر العثماني.
تاريخ العصر أواخر قبل محمد علي، كأننا كشطنا كل موجات التقدم اللي حصلت في هذا البلد وعدنا إلى حيث كنا في أواخر القرن العثماني، في أواخر العصر العثماني في القرن 19، وأنا ببقى مرعوب. الكتلة تعتقد أنها تستطيع أن تحكم بدون النخبة. لازم أسلم أن الكتلة لديها التفويض، لكن أرجو أن يكون لديها العقل. هو ما عندهاش تفويض كبير، وده كمان مهم، بمعنى أنه الفرق في الانتخابات الرئاسية كان 1%. نعم. والحاجة الملفتة اللي كنت بسأل عليها لما كنت بقولك على باجات وعرفت اللي حصل في المحكمة الدستورية، أن القاهرة صوتت لشفيق، وغريبة قوي هذا التصويت، غريبة. ولو حد يرصد التصويت الذي جرى في الانتخابات يلاقيه من أغرب الظواهر في التاريخ. إزاي؟ الناس صوتت بالسلب، بالرفض، بمعنى أن من صوتوا لمرسي مش عاوزين شفيق، ومن صوتوا لشفيق مش عاوزين مرسي. مع الأسف الشديد لأول مرة في التاريخ تجدي أمامك مثل هذه الظاهرة، لأنه ودي كمان بتوري الأزمة، سواء اللي موجود فيها المجلس العسكري أو قادة السياسيين أو الوزارات أو النهاردة هو مرسي، وهو أنه نحن نعرف ماذا نرفض، لكننا لم نحدد بعد ماذا نريد، لأننا لم نوصف مشاكلنا ولم نضعها ولم ننسى أنه ولا الديمقراطية الحل ولا المعرفة هي الحل. قبل ما حد يتكلم عن حاجة، إذا لم تعرف ما أنت بصدده إذن فأنت تشطح في الهواء الطلق. قبل ما اذهب للحلول اللي ممكن حضرتك تقترحها، الصدام مع القضاء. شوفي، ما هو الصدام مع القضاء، انا اتمنى انه النظام، ما هو عارفه ايه، الصدام مع القضاء يجري بسرعه بسبب العجله. في ناس خايفه ان تعود الى ما كانت فيه ولا تريد، وخصوصا حجم التهديد اللي باين، حجم المعارضه قوي، انه في عناصر من التيار الاسلامي تشعر انه في من يريد اقصائها، وان يريد من هناك من يحاول ان يعيدها الى حيث كانت، ومن ثم فهي عصبيه جدا. ما حدش يقول ان دي تصرفات اداره سياسيه، هذه تصرفات فعل ورد فعل، لا يمكن، هذا كلام لا يستقيم. فيكون الحل اعلان دستوري يحصن قرارات كل ده كله. عاوز اقول لك حاجه، لا تستبعدي اي شيء لما يبقى في ناس بتتكلم عن احساسها بالبقاء. انت هنا قدام اطراف، انا ارجو ان لا يتعمق هذا الشعور لدى اي طرف من اطراف، لابد. طبعا الازمه الاقتصاديه ضغط، كلنا بنتكلم. شوفي، من الحاجه الفظيعه جدا ان كل الناس دايره تتكلم، وحد بينسى انه في ساعه بتدور وسوف تدق عقاربها منتصف الليل، وتصحى كل الناس بقى ما فيش هزار. فانت في وضع اقتصادي لا يمكن تكملي فيه، انت ما تشوفي احتياطياتك نزلت قد ايه، لما تشوفي تصنيفك الائتماني في العالم أميس، انت وصلت لأميك الحوصة درجة إيه، أي أنك الدولة عالية المخاطر، ينصح المستثمرين أن لا يقتربوا بنا. إيه، مش ممكن الصدام مع الإعلام. وأنا هنا بسأل الصحفي الأستاذ وأنا بقول لك حق. شوفي، أنا نفسي جدا، انا عارف وعارف انه في تربص او في تحفز او في قلق جدا من الفضائيات ومن الجرايد والكلام ده كله، وارجو من الرئيس مرسي حاجه واحده، ارجوه يبعت يجيب تقرير موجود في انجلترا في هذه اللحظه بعد تحقيقات فظيعه جدا عن احوال الصحافه في انجلترا، وهي بلد متقدم، وهو تحقيق لورد ليفيسون لجنه على أعلى مستوى، شافت تجاوزات الجرائد، شافت تجاوزات الجرائد وشافت تجاوزات الفضائيات، ووصلت هذه التجاوزات إلى درجة أنه تقريبا أجروا سكوتلاند يارد تجيب لهم أخبار، أجروا البوليس وتصنتوا على تليفونات الناس كويس قوي. لجنة ليفيسون قررت أن تطلب إلى الحكومة، تقترح عليها مشروع قانون بأنه والله ريجوليشن، حطوا شوية قيود على التصرف. وذهب كاميرون في مجلس العموم، رئيس مجلس، وانا مش معجب بيه قوي، لكن والله اعجبت بيه في هذا الموقف. راح قدام مجلس وقال قدامي توصيه لجنه محايده مستقله على اعلى مستوى، عملناها لمهمه مراجعه الاعلام، وانا عارف الاعلام الانجليزي فيه ايه اكتر من اي حد، انا بعرف ميردوك، بعرفه شخصيا، بعرف كاثرين جراهام، بعرف كل الناس، ما شفتش نورث كليف طبعا يعني، لكن بعرف كل الناس اللي موجودين في الاعلام، وبعرف مين اصحاب الصحف، وبعرف المشاكل اللي بيعملوا اصحابهم، وبعرف الفضائيات طبيعي جدا اذا حد بيتصور انه هذه المصالح او هذه الوسائل معزوله عن مصالح يبقى بيغلط. ما
طبيعه الامور بلاك قنرد بلاك في التليجراف، ما هو كان صاحب التليجراف وعنده 50,000 حاجه. عايز اقول ان هذه من حقائق الحياه. فانا قدامي وسائل. ماذا قال كاميرون هذا؟ كاميرون وقف قدام ميكسوم وقال انا ارى، بيعرضوا تقرير ليفسون، فبيقول انا ارى انه صحيح انه الصحافه الاعلام تجاوز، وارى انه ليفسون بيديني المخرج القانوني لنطلع قوانين، لكني اوثر ان اترك وسائل الاعلام لانها مش ملكي، اوثر ان اتركها لكي تصحح نفسها ولا اقترب منها. اللي انا بترجاه في الرئيس مرسي ان لا يضيف بعدين، دخلنا في مشكله مع الشباب، مشكله مع القضاء، مشكلة مع الإعلام، مشكلة مع العالم الخارجي. انت على فكرة يعني عايز اقول لك انك داخلة في مشكلة، في احتكاك كبير جدا. هناك من يريد ان يوظف دورك كما كان في وقت مبارك، وان يحول الدور المصري من دور الى وظيفة، وان يستخدمك فيما يريد. وهذا ما بديني دلائلك ايه في ده؟ يعني ازاي يعني لا إيه مش عايز تخلي حاجه. انت دلوقتي قلت لي هنتكلم حلقات، طيب او هنتكلم طب مش تخلي حاجه. قول لي اشاره واحده، غششني اشاره واحده. اشاره واحده بس. غششك اشاره واحده؟ قولي لي انت هل تعتقدي انه على سبيل المثال الامريكان اللي شايفين ان الراي العام تحول عن التيار الاسلامي كما تصوروا، هم تصوروا زكوا، ما بقولش تآمروا مع احد ابدا، لكن زكوا التيار الاسلامي وقالوا والله ده اللي هيجيب الهدوء والاستقرار في مصر، ثم وجدوا انه مش جايب هدوء ولا استقرار في مصر. انا بقول لك كلينتون اول امبارح متكلمه في معرض سبان وبتقول ان احنا لا نرغب في هذا، ولمحت من بعيد اقلياته ومش عارف الديمقراطيه وكده. انت سوف تواجهي ضغوط من المجتمع الدولي، انت عايزه من العالم العربي مساعدات ما بيجيش، مش بتيجي. انت حتى هذه اللحظه لم تتلقي ما هو كافي. وعايز اقول لك الناس عندهم عذر اللي مش راضيين يدوك. انا لما الشيخ حمد يقول لي والله انا مستعد ادي مساعدات للشعب المصري لمشروعات والاستثمارات، لكن انا لا اغطي عجز ميزانيه، هي له حق طبعا. السعوديين قولي السعوديين انا عارف بيعملوا ايه، لان السعوديين راغبين ان تفشل كل الثورات لكي يذهبوا الى شعبهم، شعبهم يعني يقولوا والله شفتوا ما فيش فايده بالثوره، اوعوا تصوروا. لكن في ناس كتير قوي تانيين بيبصوا اللي حصل في مصر مخضوضين. فانت رئيس مرسي سوف يواجه ضغوط كتير جدا، وانا بترجى ونفسي واحد بتكلم عن الحلول. انا بعتقد انه اول حل ينبغي ان يتجه اليه اول حاجه وقفي حاله التوتر. لابد ان تخفضي درجه الحمى في هذا البلد، هذا البلد منقسم. لابد ان تفعلي تعملي مشاورات فورا مع كل القوى السياسيه، حتى مع الشباب، لازم مع الشباب. انا اتمنى لو انه ياجل موعد الاستفتاء، ما يحطش الدنيا، لا يضع الدنيا امام. اخطر حاجه في السياسه انه اي زعيم واي قائد يقول حاجه وقراري الريفرسبل، قراري لا يمكن الحدود عنه. انا شفت الكلام ده على الشاشات اول امبارح وامبارح. لن يتزحزح قيد انمله. أيوه. قيد انمله، قيد انمله ايه؟ رئيس البلد مسؤول عن اماء سلامته، فاذا وجد ان هناك خطر عليه ان يتراجع، ممكن يتراجع، مش عيب، انا مش عاوز يتراجع لان انا حريص على هيبته، لكن لابد ان يجد نفسه منافذ. اول حاجه ومن فضلك وقف هذا التوتر، لانه هذا التوتر ليس سهلا ان الرئيس ان مظاهرات، وده مهم جدا، ليس سهلا المظاهرات تروح لغايه الاتحاديه ثم يضطر الرئيس الى الخروج من باب الخلفي. وليس صحيحا وعيب لا يقال انه يتقال والله ده خلص جدوله عادي وانصرف في موعده عادي، مش صحيح. الراجل وحتى وهذا انساني، لما لكن هذا موقف لابد ان يتقف عنده. لما يجي له الحرس الجمهوري ويقول له سياده الرئيس لسلامتك تفضل نمشي دلوقتي، ده كلام له معنى وينبغي ان يؤخذ جدا، ومش عيب، لانه هو الرجل المؤتمن على مستقبل هذا البلد، وعليه ان يصونه، وعليه ان لا يضع كبرياءه في هذا الموضوع. وانا مش في كل الاحوال انا اريد ان احتفظ له بكبرياءه كلمه. اول حاجه بطلبها منه بترجاه فيها، بترجاه، وده اللي قلته لا واحد خفف التوتر، بلاش اجراءات، بلاش حكايه الكلام بتاع النفير والرد على المظاهره بمظاهره والاستدعاء والوعيد انه يخرج امام الاتحاديه يحدث انصاره. معلش خلي بالك انه لغه
نتفق عليها يعني. لغة الإسلام باستمرار وبظروف الإسلام وبنزول الإسلام حيث نزل وبالناس اللي كانوا موجودين فيه، كان الوعد والوعيد موروث تقليدي في الخطاب الإسلامي، فيعني نذير ووعيد و يعني بس في جزء تطميني، في جزء فيه الرحمة، لكن هو اديله حق أو اديله فرصة أن يكون متأثرا بالخطاب الذي تتعود عليه. كل واحد في الدنيا متعود على خطاب معين، ما حرام عليك ما تطلبش ومكلف الأشياء فوق طبيعتها فوق طباعها مرة تانية، فتطلب منه أن واحد تخفيف التوتر وبسرعة، نمرة اثنين الحوار أن يتجه إلى حوار بأقصى ما يمكن، نمرة ثلاثة أنا لا أطلب منه التراجع ولكن أن يقبل ممن يقابلوه من مستشاري وغير مستشاري في الداخل والخارج أن يفتحوا منافذ. أنا ما بقولوش تراجع، ما بقولوش إلغي حاجة، لكن بقول له راجع وابحث عن منافذ، وأنا مش عاوزك تراجع، مش عاوز أقول والله لازم تطلع بيان تراجع إعلان دستوري، لا ما فيش، مش عاوزه. أنا أريد أن أحافظ على هيبته أيضا، مش بس مكانته، مش بس رئاسته، أنا عاوز رئاسته تمشي، وبعتقد أن شرعيته موجودة وينبغي أن نساعده. برغم أنه عارف الناس كتير أو لا كسرت شرعية بدري قوي، محدش، لأنه ببساطة أو أهم حاجة بقى في رأيي أنه ليس لديك، لو عندي خيار تاني، لو تقولي تسقط شرعية ده وعندي خيار أقول لك، لكن ساعة ما يسقط هقول لك and then what next، وبعدين الخطوة التالية، لأنه في الشعوب لا أستطيع، في مصير شعوب لا أستطيع أن أتقبل فكرة العدمية، أخرج وليكن ما يكون، اذهب وليحدث ما يحدث، ما أقدرش. كان عندك اقتراح بمجلس أمناء؟ أنا مش عارف إذا كان يعني أتمنى يعملوا ده، لكن سؤال، ما هو دلوقتي لما تقولي مجلس أمناء دولة دستور أنت محتاجة إلى خطوات شجاعة، لكن ليس بالضرورة ما كان صالحا في وقت يصلح في وقت آخر، لكن هو لو دعا عقول هذا البلد، لو دعا بعض النخب في هذا البلد وجلس ليستمع إليها، ليس لكي تنفس عن المكبوت عندها بس، واستمع إليهم بجد من مجتمع، عايز أقول لك أنك عندك خطر فظيع جدا أنك سوف تستيقظي ذات يوم فلا تجد نخبا، لسبب واحد التاريخ ماشي بسرعة، والحاجة الثانية أنه النخب لديها كفاءات معينة، والكفاءة في هذا العصر عالمية، وبأرجوك ما حدش يتصور أن الموجودين في مصر محبوسين، كمية النزيف اللي حصل في الناس في مصر، يعني أنا بعتقد أن مصر في السنة ونص اللي فاتت، في السنتين اللي فاتت، أولا هي كانت بتفقد كتير قوي من الناس، لكن من الناس الأكفاء اللي عندها الأكفاء، ومش الأكفاء، لا الأكفاء يعني العمي، فناس الأكفاء اللي عندها بيخرجوا وبيمشوا، وكمية لميس. أنا رحت مرة بتكلم في مؤتمر للطلبة العرب في شيكاغو، كان ورعاني انه موجود في امريكا 215 الف رجل حاملين دكتوراهات ماجستيرات وبي مصريين وقاعدين بره، هذا ومرسي، الدكتور مرسي يعرف ده لانه عاش في هذا المجتمع، بس يعني القوى المدنيه او بلاش جبهه الانقاذ، القوى الوطنيه تطالب بثلاث حاجات، تطالب اولا بتخفيف الاحتقان فورا، منع الصدام، شوفي ايه الاجراءات التي تؤدي الى تخفيف الاحتقان. هم يطالبون بوقف بالغاء الاعلان الدستوري، ماليش دعوه هم يطالبون، انا عاوز هو يطالب، انا عاوز هو يصغي الى الطلبات ثم يقرر ما يستجيب له او لا يستجيب له او يقترح بديلا له. انا كل اللي عايزه أن لا تضع، أرجوك أن لا تضع هذا البلد أمام طريق مسدود بحيث لا يجد في بلد مفر، إما أن يتراجع إلى القرن ال19 وإما أن ينفلت إلى الفوضى وتروح في مشكلة. افتكر إيه الرسالة اللي وصلته من الشباب أو الجماهير المصرية أمام الاتحادية يوم الثلاثاء؟ أنا أرجو أن الرسالة أولا تكون واضحة، وأرجو أن يقرأها بعناية، وأتمنى عليه بحقيقة جدا ساعة واحدة يقعدها مع نفسه فقط دون مستشاريه. وعايز أقول لك أنه أنا شفت ناس كتير جدا، عايز أقول لك أنا فاكر مرة كنت يعني متأسف أحكي حاجات كده بالطريقة دي، لكن أنا فاكر مرة أنه أنا كنت في، كان رئيس وزارة إنجلترا تيد هيف، إدوارد هيف، وهو رجل فنان وبديع يعني، لكن أنا فاكر مرة أنه دخلت بيته، كان ساكن في عمارات بيكاديلي،
وكان بيته كله ابيض، لكن كان في بيانو ابيض في وسط القاعه، وانا عارف انه بيحب البيانو. فبقول له انت ايه يا بعدين بيقول لي انا لما بلاقي نفسي في وسط ازمه بلجا، مش عايز حد ابدا ولا مستشارين، لكن بقعد في ركن، يا اما انا العب على البيانو بتاعي، هو بيحب باخ قوي يلعب سلطات بتاعت باخ، او يقعد، لانه يقول لك ايه في وقت الازمات، هو كان يقول كده I need some space، بحتاج إلى مساحة. كل واحد في الدنيا طبعاً يحتاج إلى. أنا بقترح على الرئيس مرسي أن يعطي نفسه مساحة بينه وبين نفسه. والراجل اللي أنا شفته يوم ما جاء تفضل وزارني مرة، ألاقيه هو قاعد كما رأيته، قاعد وحده بيفكر في ما ده. رجل لم يكن يتصور أن يصل ما وصل إليه ابدا. فانا بتصور انه ان يجلس وان يتامل معجزه ما جرى له، وان يعتقد وان يعتبر انه هذه المعجزه لها جانب اخر، وهو جانب المسؤوليه، وان المعجزه التي جرت لابد ان توازنها معجزه مسؤوليه. كيف وجدته عندما التقيت؟ كيف وجدته انت لسه قايله لي عاوزه تكلميني. طيب. في حلقه قادمه نتكلم عن الرئيس مرسي. حاضر. لكن رساله اخيره للرئيس وللناس. لا انا عارف ايه، ما فيش حد فينا بيقولوا ايه شيطان وحده يعض، ما فيش حد من حقه يوعظ حد. انا كل الناس هقول لك حاجه، افتحي الكتاب الاحمر بتاع ماو تسي تونغ، وانا بعتبر انه من اكبر علماء، من اكثر شخصيات وزعماء العالم في الفتره الاخيره. هاي حاجه بتتكلمي ماو تسي تونغ، اول حاجه فيه امسكوا خنادقكم، امسكوا بنادقكم، والزموا خنادقكم، ثم اطلوا فيما حولكم وتصرفوا. ما فيش حد فينا حقه يوعظ حد، لكن حقنا كلنا نقول للناس من فضلكم انتبهوا، نحن امام مشكله وامام عصر وامام زمن لا يعرف، امام عالم كل شيء يجري فيه في نفس اللحظه. خطير، ما تتصرفيش لوحدك، انت ساعه ما بتتحركي العالم كله موجود معاكي في الايباد. افتكري ده، انك انت موجود في الايباد، في النت، على اي حته، العالم كله يطاردك حتى لو هربتي منه. فارجوكي تبقي مع العالم بس. استاذ هيكل، انا بشكرك على بدايه هذا الحوار. بدايه كمان استمتعت بيه استمتاع كبير. انا استمتعت كمان ابقى معاكي والله. انا والله سعيده جدا وتشرفت. بتقنعي. لا بحاول خلاص، ما بقتش لا 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 يا خبر. بشكرك والى لقاء ان شاء الله. ان شاء الله. اذا امسكوا بنادقكم والزموا خنادقكم. الحلقه الجايه يمتد الحوار مع الاستاذ محمد حسني.